رمزي شوف الزبون. هو ما فيش حد غير هنا؟ ولا هو في حد غيرك هنا؟ لا. طب شوف الزبون. طيب يا دول أؤمر أي خدمة حضرتك؟ لو سمحت أنا عايز عندكم تماثيل. إيه ده؟ مش ممكن، أنا مش مصدق عينيا. الكابتن خالد الغندور. من غير بوس، من غير بوس لو سمحت. الكابتن خالد، الكابتن خالد الغندور، خالد الغندور، خالد الغندور. بعدين إيه ده؟ مش هعترم الناس اللي جايين لنا؟ كابتن خالد، والله فرصة سعيدة. اتفضل يا كابتن، اتفضل يا كابتن. المقابلة جميلة دي. ربنا يخليك يا كابتن. أهلا وسهلا، منور والله، تحت أمرك، طلباتك. عايز شوية تماثيل صغيرة شوية كده عشان البيت عندي مش كبير. لا قوي، تحت أمرك، عينينا ليك. يا سلام، البازار كله تحت أمرك. والله رمزي. ويا كابتن، انا سمعت يعني ان في زلزال، صح؟ لا حضرتك، احنا ده الولد شغال معايا يعني. تقلقش يا كابتن، ربنا يخليك. انا حضرتك يعني اعرف طبعا بكره ماتش مهم جدا، الاهلي والزمالك، ربنا يكرمك. يا راجل بكره؟ ده مفاجأة والله. حضرتك ما تعرفش ولا ايه؟ لا انا عارف. اكيد الاستوديو التحليل ده هيبقى مولع. مين هيبقى معاك بقى ان شاء الله؟ كالعادة كابتن عصام عبد المنعم وكابتن حلمي طولان ان شاء الله. ربنا يوفقكم. ربنا يخليك، ربنا يخليك. معلش التليفون بيرن. لا ولا يهمك. الو، ايوه محمد. لا 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 يا حبيبي، لا مفيش حاجه. لا لا لا، انا بشتري شويه حاجات من المحل. ايه انت بتهزر؟ الماتش بكره يا محمد. طب اقفل اقفل اقفل، انا اتصرف، انا اتصرف. ايه كابتن خالد، ايه محمد ضايقك؟ شكله ضايقك. الناس المحللين اعتذروا، مش عارف اعمل ايه. ولا يهمك يا كابتن. طب ما انتوا ممكن تستعينوا بمحللين من اي حته تانية يعني. مش سهل الموضوع، الناس كلها متعاقده مع قنوات مختلفه، وانا مش عارف اعمل ايه دلوقتي، اجيب مين؟ ولا يهمك يا كابتن، تعالى حل الموضوع ده عندنا. اتفضل. عندك؟ اتفضل 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 اتفضل. اهلا وسهلا يا كابتن. يا كابتن ما تقلقش خالص، يعني ده بالصدفه الغريبه جدا ان حضرتك جيت لي. يعني موضوعك محلول ان شاء الله، وانا اللي هطلع معاك. بصفتك ايه ان شاء الله؟ بصفتي محلل طبعا. ايه ده؟ دولا محلل، انت هتتجوز على رانيا؟ يالا محلل، مش محلل، محلل. حضرتك يعني انا قبل ما افتح البازار ده قعدت فتره في البرازيل، وكنت بحلل الدوري البرازيلي، وكانوا يعني صراحه طايرين بيا لدرجه انهم خلوني احلل نهائي كاس في الدوري البرازيلي يعني. اخص عليك يا دولا، بقى تسافر البرازيل من غير ما تقول لي ولا تاخدني معاك يا دولا؟ بيتك وانا كل حته هروح هاخدك معايا. ما تسكت اسكت. على كده بتفهم في الدوري المصري بقى واللعيبه والجماهير والملاعب وطرق اللعب؟ بفهم حضرتك. انا كنت بحلل الدوري البرازيلي، فالدوري البرازيلي انت عارف طبعا من الدوريات القويه جدا يعني، فدايما الدوري المصري بياخد بقى لقطات ومشاهد من الدوري البرازيلي، فبالنسبه لي سهل جدا يعني. عندي حتى كمان الشرايط اللي انا كنت ايه بسجلها اما كنت بحلل. ولا رمزي، روح هات الشرايط جوه من المخزن. لا 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 لا، بص ادي الكارت بتاعي، عنوان الاستوديو، تيجي لي بكره 7:30 بالظبط عشان الماتش الساعه 9، هنبتدي 8. خلاص 7:30 بالظبط. اوكي، شكر قوي يا كابتن، مع الف سلامه. مع الف سلامه كابتن. كابتن خالد بعد اذنك، يعني انا كان نفسي يعني اجي معاكم كده هون، اصل انا بحب الكوره قوي، ده انا من كتر حبي فيها والله بحلم بالكوره. تيجي معانا فين؟ في الاستوديو يعني، واتكلموا كده. طب والله العظيم فكره. خلاص انت معانا بكره، عندك بدله ولا؟ هظبط كل حاجه يا كابتن. من غير بوس، من غير بوس. ربنا يخليك كابتن، مع الف سلامه. سلمنا على الاستاذ محمد. تحلل ايه؟ هو اي كلام وخلاص؟ مساء الخير لكل مشاهدين في جميع انحاء الوطن العربي. حلقه جديده وحلقه مميزه جدا، ومباراه الاهلي والزمالك، مباراه القمه اللي بينتظرها الملايين. حبينا نكون مختلفين عن كل القنوات الفضائيه النهارده، وجبنا لكم محترف، ولكن محترف في التحليل من الدوري البرازيلي، جه خصيصا النهارده بطياره خاصه. معاكم ومعانا نجم التحليل المصري الجنسيه المقيم في البرازيل، عادل، والشهير بعادل رونالدينهو. استاذ عادل، اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. برازيل تيت 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 تيت، برازيل الزمالك النهارده. ايوه، لا اصل دي فانيله البرازيل، كان ابو تريكه عايزها مني، فانا بقول له على الهوا يعني ان انا جبتها له يعني. اهلا وسهلا، واهلا بكل المشاهدين، وان شاء الله التحليل يبقى متحلل كويس النهارده باذن الله. متحلل كويس، شكرا للاستاذ عادل. كمان حبينا نكون مختلفين النهارده عن كل القنوات الفضائيه، حبينا نجيب نبض الجمهور، نبض الجمهور الغلبان. انتوا عارفين ان لعبه كره القدم هي لعبه شعبيه بتنحاز للفقراء والاحياء الجميله اللي معروفه في مصر، حي السيدة زينب، حي شبرا، حي بولاق، حي طبعا ميت عقبة. معانا طبعا نجم التحليل طبعا للجماهير ومحدودي الدخل والضمير، معانا النجم الكابتن رمزي، الشهير برمزي
حموكشة. ازيك يا رمزي؟ ازي حضرتك يا كابتن؟ انا فرحان قوي ومبسوط ان انا معاك. لاول مره بنجيب واحد من الجمهور، حللت قبل كده؟ اه طبعا يا كابتن، انا حللت كده هون قبل كده يعني مرتين في المستشفى اللي جنبنا، بس الحمد لله طلعت سليمه يعني يا كابتن. وانا هنا هون من عند البرنامج بتاع حضرتك، انا بحيي الجمهور بتاعي وبحيي الواد فتله وحته اصحابي وبحيي امي ويعني يا قلبي ترى ايه الدنيا حلوت كده ليه يعني. ولا ايه ايه عينيا يا قلبي دي؟ احنا في ماتش كوره بين الاهلي والزمالك. اقعد اقعد، احنا على الهواء، احنا على الهواء. انت اهلاوي؟ ايوه. انت زملكاوي؟ ايوه. طبعا حبينا نكون الجو جديد ومختلف عن كل القنوات، حبينا نكون كاننا قاعدين في القهوه وهنحلل الماتش. احنا الاثنين حلوين، الاثنين دمهم خفيف، دمهم خفيف. طيب على العموم معانا الكابتن عادل. كابتن عادل، يعني شايف تشكيل الفرقتين هيبقى عامل ازاي النهارده؟ لا بص حضرتك، مش مهم خالص تشكيل الفريقين، المهم الطريقه اللي هيلعب بيها الفريقين. وعشان كده انا بتكلم يا اخوانا من منطلق ان انا كنت في البرازيل، فهم بيركزوا قوي على طريقه اللعب يعني. طب تقول لنا نبذة او هبزة من طريقة اللعب اللي ممكن يلعب بيها الفرقتين؟ انا ممكن اقول همزة تبقى كويسة قوي بالنسبة للفرقين. يعني عندك مثلا انا بشوف المدرب من دول داخل كده، بعرفه من وشه الطريقة اللي هيلعب بيها. طب وش مانويل جوزيه بيقول ايه النهاردة؟ بيقول انه ممكن هيلعب النهاردة بطريقة 4-3-1. 4-3-1 يعني ناقص 2 وحارس مرمى، دي طريقة جديدة. حارس المرمى بيبقى واقف مكانه، انت عارف هيحرس المرمى وهيحرس ايه يعني. هيك يفضل على طول حارس المرمى كده اهو وما يتحركش من المرمى. لا يرقص بقى ولا يترقص ولا بتاع. لكن بقى اللعيبة التانية هيلعبوا، الاثنين اللي حضرتك بتقول عليهم ناقصين دول مش ناقصين، دول بقى ايه متوهين في الملعب، يقعدوا رايح جاي رايح جاي. يا سلام. مش معروف مركزهم لغاية ما تجي لهم الفرصة ويقوموا راح يعني عارف يخطفوا جون على طول. يخطفوا جون؟ دول هيخطفوا الجون يودوه فين؟ يلا يا كابتن رمزي يا غبي، هم مش هيخطفوا جون يعني يخطفوه ويطلبوا فدية، لا يعني هيخطفوا جون يعني يسكعوا جون. طبعا شايفين مصطلحات جديدة في تحليل لكرة القدم المصرية، يسكحوا جون. تعالوا نروح لرمزي ونبض الجماهير. رمزي شايف طريقة لعب الزمالك اللي هو على يمينك وانت داخل في الفانيلا اللي انت لابسها هيلعب ازاي النهارده؟ شوف يا كابتن، ان شاء الله يعني الفرقة هتنزل بخطة 5-7-1. 5-7-1 دي يعني طريقة جديدة جدا. دي طريقة جديدة خالص وطبعا زيادة عن اللي هو الموجود اصلا. اقول لحد 5-7-1 يعني 11 لعيب. 5-7-12 و1-13. ما علينا ما علينا ما علينا. 5-7-1 يعني انت حضرتك يعني زودت اللعيبة في الملعب. ليه بقى يا كابتن؟ علشان روح الفانيلا الحمراء، الروح يعني اللعيب بينزل من دولت ب 20,000 لعيب في الملعب بياكلوا النجيلة. انتوا جايين تهزروا بقى. لا يا فندم حضرتك، احنا مش يعني مش مسؤولين ان حضرتك مش مطلع على الطرق الحديثه في اللعب. عندك طريقه 7-7-1 وعندك طريقه 2-2-2 وعندك طريقه 7-1 7 فوق و2 تحت، وعندك طريقه شيك على العالي وشيك على الواطي ودواخين يا ليمونه. وايه تاني يا دولا؟ لا ده في طرق كتير. في طريقه السبع طوبات. السبع طوبات ده الفريقين يقفوا كده هو يمسكوا الكوره ويحطوا الطوب كده ويقوموا. طيب طيب، المهم مخرجنا محمد بيقول لنا لازم نطلع فاصل اعلاني دلوقتي وهنرجع لكم تاني ما بين شوطي المباراة. هنطير لاستاد القاهرة ونبتدي معاكم تحليل الماتش، وهنرجع لكم مع النجمين كابتن عادل البرازيلي ويعني مع معدوم الدخل والضمير رمزي حموكشة. وعلى فكرة الماتش ان شاء الله هيطلع تعادل يا كابتن. تعادل؟ والاثنين حلوين. اتفضل يا محمد بسرعة لو سمحت. ايه رأيك يا كابتن؟ اللي انتوا بتعملوه ده احنا على الهوا. على الهوا انتوا هتفتحونا كده واحنا اتكلمنا يا كابتن. اهلا بكم مره اخرى ما بين شوطي مباراه القمه الاهلي والزمالك واللي انتهت بالتعادل السلبي. تعالوا شوف راي نجومنا النهارده في التحليل. كابتن عادل، رايك في الشوط الاول؟ والله بص يا كابتن. طب معلش معلش، عشان معانا تليفون من النجم البلدوزر عمرو زكي اللي بيسخن بين الشوطين وبيستعد لنزول الشوط الثاني. تحب تقول حاجه يا كابتن رمزي للنجم عمرو زكي؟ مين عمرو زكي ده؟ انا ما اعرفوش. بيتك كابتن عمرو زكي يا كابتن عمرو، يعني ان شاء الله ربنا يوفقك النهارده باذن الله وجيب جون في الزمالك باذن الله. جون في الزمالك؟ ده عمرو زكي بيلعب في الزمالك، هيجيب جون في الزمالك؟ ايوه، ما ممكن يكون بيرجع الكوره للجون. لا، ما عبد المنصف هيتصرف ان شاء الله. على العموم عبد المنصف هيتصرف. قبل ما نطلع لفاصل اعلاني واستمتع بتعليق الكابتن ميمي الشربيني، سؤال حلقه النهارده يا جماعه وجايزته 20,000 جنيه، اللي هيعرف الاستاذ
الاستاذ اللي على يميني والاستاذ اللي على شمالي يبعت لنا فورا على 0000002 نطلع لفاصل ونطير لاستاد القاهره ونرجع لكم بعد المباراه. رجعنا لكم بعد المباراه مره اخرى. ولا جماهير الاهلي زعلت ولا جماهير الزمالك زعلت، زي ما انتم عارفين المباراه انتهت بدون اهداف. تعالوا نروح نشوف تحليلنا لمباراه النهارده مع النجم عادل رونالدينو. عادل، رايك في ايه؟ انت مالك مش راضي عن الاداء ولا ايه؟ المباراه بجد يعني معصباني يعني حضرتك. دي كره، هي دي كره، دي كره، دي ده ماتش. يعني انت رايك ان اللعيبه ما ادتش المطلوب منها؟ لعيبه ايه حضرتك؟ دول مش لعيبه، دول لعيبه على ما تفرق حضرتك. فين بقى ايام زمان، ايام بقى اللعيبه اللي حقه وحقيقي بقى الكابتن محمد عبد المطلب والكابتن محمد الكحلاوي؟ لاجل النبي. بس حد علم حضرتك ان دول كانوا مطربين مش لعيبه كوره. ايوه حضرتك، برده كانوا بيلعبوا كوره. يعني عندك الكابتن محمد الكحلاوي يعني كان بيلعب كوره، وفاكر حضرتك الماتش اللي هو اللي كان الابيض واسود اللي هو بتاع كابتن مصر ساعه ما كانت الشورتات طويله، والفكره بقى كلها كانت في الشورتات. ليه؟ كانوا اللعيبه يبقى مثلا اللعيب عند الجون بتاعه كده اهو، يقوم الشورت طويل ده يقوم نافخ الشورت يقوم طيران بالونه يعني على الجون الثاني يقوم ساكع الجون مفسي الشورت راجع للجون بتاعه على طول. يعني انت رايك كابتن عادل العيب مش في التحكيم، العيب مش في الجمهور، العيب مش في اللعيبه، مش في مانويل جوزيه، مش في مدرب الزمالك، العيب في الشرط. العيب في الشرط، ومن مكاني دون انا بنادي كل اتحاد الكوره وبقول لهم يا اخوانا بدل ما انتوا قاعدين في الجبلايه يا ريت تجيبوا شرطات هيليوم بقى، يبقى الهيليوم ده بحيث ايه ينفخوا عشان عايزين نناطح العالميه بقى. هنزاي نوصل على العالميه واحنا لسه رايحين عمالين نجري ورايح جاي على البتاع ده على الملعب اللي هو النجيله الخضراء. الله على افكارك التقدميه يا دوله. تقدميه ايه؟ دي افكار تخلفيه. ما علينا، رايك انت ايه يا رمزي؟ هو حضرتك يعني انا النتائج كلها بحلم بيها على فكره، وكمان بحلم بيها مع اللي هي الجدول بتاع المباريات بتاع الدوري. انت فعلا على فكره تنبأت قبل المباراه ان المباراه هتنتهي التعادل، انت راجل شيخ ولا يعني ما مرفوع عنك الحاجب؟ لا هو بص، انا قبل ما هتكلم يعني عن الحاجات دي انا هتكلم عن التحكيم. حضرتك التحكيم يعني كان ظالم جدا. التحكيم يا جماعه احنا لازما يعني التحكيم في مصر في ازمه. التحكيم في مصر ايه ده؟ حكام اجانب وجنسيتهم المان. اجانب؟ ايوه اجانب. ده انا ما قلتليش يا دول انت يخرب بيت. كانوا اجانب؟ يخرب بيت التحكيم اجانب، انت مش شايفهم بيدي انا مطرز على الهوا. احنا على الهوا. ايوه ما بص حضرتك احنا مكانك، احنا اسفين. كمل يا استاذ محمد، كمل. يعني انتوا شايفين استوديو مختلف تماما عن كل اللي فات، واعتقد ان اول واخر مره. معانا اتصال تليفوني ومحمد. مين معانا؟ الاستاذ علي. استاذ علي ازاي حضرتك؟ اتفضل، رايك في الماتش ايه؟ انا يا كابتن مش عايز اتكلم عن الماتش، انا عايز اتكلم عن الاثنين الارجوزات اللي قاعدين جنبك دول. لا لو سمحت يا استاذ علي مش عايزين تجاوز لان دول ضيوفنا، واوعدك تبقى اخر مره تشوفهم في الاستوديو. خلاص يا كابتن، بس الاثنين دول عمالين يهبلوا من الصبح، خلوا الدم يغلي في عروقي. مع السلامه يا كابتن. انا مش فاهم انا الجمهور ده يعني حضرتك، يعني الجمهور اللي هو بيبقى متعصب ده لعلمك هو ده اساس بقى المشاكل، لا هي الشرطه ولا هي اللعيبه ولا هي الملاعب اللي حضرتك على طول الوقت بتبوظ. لا هو الجمهور، الجمهور ده لازم واقفه. انا من رايي ننفي الجمهور او نقتل او نموت الجمهور، مش عايزين جمهور، اهم حاجه اللعيبه يلعبوا. ده اللي بيخلي الماتش طعم. طعم ايه حضرتك يعني؟ بعدين احنا ما غلطناش في حد، احنا غلطنا في حد غير اللعيبه بس. الجمهور بقى يقعد يقول دول اراجوزات ومش اراجوزات وبتاع. يعني حضرتك انا من موقعي هذا بطالب اتحاد الكوره انه يلغي الجمهور مع الهيليوم. مع الهيليوم. رايك في اللعيبه المصريين حضرتك يا كابتن خالد؟ بص سيبك من الكلام ده كله، احنا دلوقتي جايين هنا هو في البرنامج بتاعك ننقد ليه؟ ها مش علشان الدوري المصري؟ احنا مالناش دعوه بالدوري المصري ولا باهلي ولا بزمالك ولا باسماعيلي. يعني يرضي حضرتك دلوقتي احنا كدوله مصر يعني ما تاخدش لغايه دلوقتي كاس افريقيا؟ كاس افريقيا وحضرتك كنت فين ما خدنا 2008 في غانا كاس افريقيا وكل الشعب المصري طلع فرحان؟ ايه ده وانت ما كنتش عارف ولا ايه؟ انا ما كنتش عارف احنا خدنا كاس افريقيا. انت ما قلتليش انك يخرب بيتك خدنا كاس افريقيا هنا ونزلنا في الشوارع وزمرنا بالزمرنا. والله ما فاكر. والله زمرنا. احنا اسفين جدا يا كابتن، اسفين جدا. معلش على العموم يعني زي ما انتم شايفين ده كان خد هنا يا كابتن عشان تسمع محمد. شكرا ميرسي جدا. وحضرتك انا ليا عتاب بس على كابتن شيكابالا لان هو حضرتك يعني ايه كان في الماتش ساب الماتش عشان يظهر في التلفزيون اهو. بص حضرتك اتفضل كابتن شيكابالا اهو. شيكابالا طبعا يا جماعه هو
مش الكابتن شيكابالا، ولكن دي كانت فسحة أو مسحة من مساحات الاستوديو النهاردة، وبشكركم ونطلع بقى لفاصل، وبعد كده مش هنرجع لكم تاني، وإلى اللقاء في حلقة جديدة من ملعب الأهلي والزمالك. بين الأهلي والزمالك محتارة والله. اطلع محمد فاضل فاضل محمد الأهلي والزمالك اللي انتوا تم هتقلع علينا ولا ايه؟ مش شلبه شيلوهم من هنا يا ولد، هتنفسر علينا ولا ايه؟ انتوا بوظتوني، خربتوا بيتي. انت من الجمهور شكلك. يعني الخضه اللي انت خضيتها لي دي وانا ناقص؟ خضت ايه يا عادل؟ انا كلمتك. ما فيش، انا كنت ببص يعني بشوف حد بيخبط ولا ما بيخبطش. طب وطلع مين؟ طلع ما فيش حد، انا يظهر اتهيالي يعني ان الباب بيخبط، فعشان كده رحت فتحت، فما فتحت ما لقيتش حد بيخبط، فطلع ان الباب ما فيش حد بيخبط عليه وانا جوه الباب. ايه ده هو انت لسه هتقعد ولا ايه؟ وانت مش نازل النهارده؟ لا النهارده انا مش نازل خالص يعني. غريبه. ايه اللي غريب في كده يا رانيا؟ اصلا يعني ملاحظه ان انت من ساعه ما رجعت من البروجرام وانت كده قاعد في البيت، يعني ما بتخرجش خالص، ما بتفرقش البيت. بصي صراحه بقى يا رانيا، انا جالي الجواب ده. المشكله لو عليا ما فيش مشكله، لكن المشكله لما تيجي عليكم انتوا كمان، يعني انا مش عارف اعمل ايه. انا يجيلي جواب تهديد عشان زفت الكوره، كان مالي ومال الكوره. ربطه الكوره غباوه؟ حرام عليك يا عادل، دي رابطه غبيه جدا. دي الرابطه دي اعلنت مسؤوليتها على انها خطفت اكتر من لعيب كوره. ما تخوفينيش بقى يا رانيا، ما تخوفينيش، وانا ناقص يعني، انا ناقص. ايه مالكو بتبصولي كده ليه؟ ايه ده اللي انت عملته ده يا عادل؟ ايه عملت ايه؟ عملك اسود ومنيل. انت مالكش في الكوره، بتحشر نفسك في اللي مالكش فيه ليه؟ بحشر نفسي في ايه؟ وايه اللي حصل يعني؟ اللي حصل ان احنا في حظر التجول ومش عارفين نخرج بره البيت. جميل 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 يا عادل، انا الكوافير بتاعي كان هيحرق الشعر بتاعي لما عرف ان انت جوز بنتي. وانا يا بابا العيال في المدرسه عمالين يعايروني بيه. يعايروكي بيا ليه؟ هو انا طلعت جاسوس يعني؟ بس الجرس بيضرب، الجرس بيضرب. خليكوا انا اللي هفتح، انا اللي هفتح. خد بالك. اي خلي بالكم من ياسمين، خلي بالكم من نفسكم كلكم. دولة. مين؟ يا دولا انا رمزي، يا دولا هيبقى مرت النضارة، يا دولا. خش بسرعة. دولا الحقنا يا دولا. ايه اللي حصل؟ في ناس كتير قوي متجمعة يا دولا عند البازار يا دولا. متجمعين عند البازار؟ والطلبة النهاردة عملوا مظاهرة قد كده عند الجامعة بسببك. سيبك من الطلبة دلوقتي، خلينا في المصيبة السوداء اللي حاصلة. انت كنت فين بالظبط يا رمزي؟ انا هقول لك يا دولا، هاخد بس نفسي. ما تاخدش، مفيش وقت، مفيش وقت. مش بص يا دولا، انا كنت رايح يا عم اشتري علبة كشري، رجعت يا دولا ما عملتش اي حاجة، لقيت الناس بقى متجمعين وعمالين يشتمونا، فقمت رايح رامي الكشري في وشهم كده وقعدت كفاكين، جريت وهم بيجروا ورايا على طول يا دولا. جري وراك جم لغاية هنا؟ ايوه يا دولا. جبتهم لغاية هنا؟ يا عادل يا عميل سيبنا نروح اسرائيل، يا عادل قرفار سيبنا نروح قرفار، يا رمزي يا قدود يا اكل فور. ايه ده؟ هم عرفوا اسمي منين؟ عرفوا اسمك ايه ده؟ جمهورك، دول جمهورك يا رمزي، جماهيرك اللي بتحبك. ايوه وانت بتحبهم. اطلع لهم يا رمزي، اطلع لجمهورك حبيبك. يلا يا رمزي، يلا يا عريس، اتمختاري يا حلوة شينا يا خلصنا. لا لا لا، احنا بنكرهه بس مش الدرجات دي، الواد هيروح في شربة مية يا عادل. يا سناء يا سناء، واحد يضحي في سبيل الكل ما يجراش حاجة وهو خلصنا منه بالمرة. مات رمزي، مات رمزي. غبي ما فهمش انه مات. مساء الخير لكل مشاهدي الرياضه اليوم في جميع انحاء الوطن العربي، حلقه جديده وان شاء الله تكون حلقه مميزه. زي ما انتم عارفين الحلقه الاخيره من خلال برنامجنا عملنا نداء لكل القلوب الرحيمه والجماهير المصريه، كمان عملنا نداء لعادل رونالدينو، قلنا عادل القاطن بدير الملاك
ما تنزلش الشارع عادل، جماهير هتقتلك يا عادل لو شافوك. اما الناحيه الثانيه حاولنا نستدل على عنوان رمزي مش لاقيينه، دخلنا الازقه دخلنا الحارات، في النهايه عرفنا ان هو ساكن في بطرون تحت الارض. قلنا له اوعى تطلع من البطرون يا رمزي لان الجماهير لو شافتك هتقتلك. معانا النهارده وحبينا نستقبلهم في استوديو بتاعنا كابتن رمزي وكابتن عادل. كابتن عادل، بدايه تحب تقول ايه للجماهير اللي انت تطاولت عليها بشكل لافت للنظر في المباراه الاخيره، مباراه الاهلي والزمالك؟ حضرتك انا احب اقول للجماهير يعني معلش انا اسف جدا ان انا تطاولت عليكم ومش هعمل كده تاني يعني ان شاء الله. وبعدين حضرتك انا اتعذبت يعني، واهل بيتي ما كانوش عارفين ينزلوا من البيت يعني، لان الجمهور قاعد متربص 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 طول الوقت. وحضرتك انا بناشد اصحاب القلوب الرحيمه، بص حضرتك المناظر، بص حضرتك المناظر، الواد يعني طبعا اتبهدل خالص. فانا بناشد كل القلوب الرحيمه ان احنا باذن الله نعالج رمزي على نفقه اتحاد كره اليد باذن الله. وعايزهم يرجعوا لي النضاره دول، ويرجعوا له النضاره والنبي عشان حضرتك زي ما انت شايف كده خلاص. طيب ده كان كلام يا جماعه رمزي، تعالوا سوري كان كلام عادل، تعالوا نروح بقى لرمزي ونشوف هو عايز يقول ايه للجمهور العادي. رمزي عايز تقول ايه للجمهور العادي؟ حضرتك انا عايز اقول للجمهور يعني لو حد شافني وانا بتكلم في الكرة تاني يبقى يتف على وشي. طيب الجمهور العادي يتف على وشك، طب الجمهور اللي ضربه بقى تقول له ايه؟ هو حضرتك انا ما شفتهمش هم بيضربوني حضرتك. طب لو شفتهم كنت عملت ايه؟ ابوس على ايديهم، انا مش هتكلم في الكوره تاني وعايزين النضاره بتاعتي. طيب على العموم ده كان كلام عادل ورمزي، وطبعا زي ما وعدتكم عمري ما هستقبلهم تاني في الاستوديو. ان شاء الله القاكم في حلقات جديده من الرياضه اليوم، حلقات مميزه هنتكلم في قضايا كرويه جدا. الى اللقاء غدا وحلقه جديده. رانيا حبيبتي يا ريت النهارده بقى تعملي لي مكرونه فرن، بس يا ريت وانت بتعملي المكرونه الفرن دي تخلي البشاميل يبقى جامد ما يبقاش سايز كده. ها عادل لو سمحت ما تتدخلش في اسلوبي لعمل المكرونه البشاميل كبشاميل يعني. لا انا ايه ده ايه ده ايه ده، انت قلبتيني النهارده وانا نايم ولا ايه؟ على فكره بقى اسلوب الخنصره والضرب ده مش من اساليبي المفضله في تنفيذ جيوبك. بقول لك ايه، ما تلوعنيش، انا كان في جيبي شويه الفلوس دول وكان معايا 10 جنيه وخمسه وخمسه. على فكره بقى الكلام ده خطير جدا ويحمل في طياته اتهام غير مباشر. لا انت فاهمه غلط، ده اتهام مباشر يا ماما مش اتهام غير مباشر. 5 جنيه لعلمك اللي ضاعت مني انا حافظ ارقامها. يعني ايه؟ يعني ممكن اطلبها دلوقتي ترن في جيبك. مش فاهمه يعني هي 5 جنيه معدنيه ولا ايه؟ اه عادي جدا، مش عملوا بجنيه معدن اهو، اتفضلي ده جنيه ده جنيه يا عيني يا جنيه، ممكن يعملوا 5 جنيه عادي جدا. طب مثلا، طب ما يمكن تكون صرفتها وانت ناسي، او يمكن تكون صرفتها في الخير ومش عايز تقول عشان ثوابك ما يروحش. يا سلام، يعني اعمل خير عشان ثواب واضيع الخير ده عشان اتهم حد بالسرقه؟ ما هو كده الثواب هيضيع يا ماما. يا حبيبي المثل الفارسي بيقول ان سرقت اسرق جمل وان عشقت عشق قمر. ما تثبتنيش، انا عارف ان انا قمر عادي يعني، بس قمر من النوع اللي ما بيتسرقش. على فكره بقى الواضح ان فقدانك الخمسه جنيه ده افقدك توازنك وخلاك تنسى الفرق ما بين صديقك وعدوك، زوجتك وبقيه افراد اسرتك. قصدك ايه؟ لما انا بعوز حاجه مش انت بتجيبها لي؟ اه. اذا ما هو الدافع للسرقه؟ صراحه يعني ما فيش دافع. خلاص شوف بقى مين اللي عنده الدوافع. انا عارف انت بتلمحي لمين، بس ما اقدرش اوجههم يعني عشان ممكن اتاذي. عادل يا حبيبي اذا اردت الحقيقه فلتتحمل نيران الحريقه. لا ما دام هتوصل لنيران وحقيقه وكده، لا 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 بلاش خالص. انا متهيألي يعني الخمسه جنيه مش مبلغ ضخم الواحد يزعل عليه. الله، دي تاني 5 جنيه تنقص النهارده. وبعدين بقى الفلوس دي بتروح فين؟ دوله دوله دوله، هات جنيه افطر بيه كشري دوله بسرعه. يا جدع ما انت فطرت مرتين قبل كده، تفطر كشري 3 مرات؟ ايوه دوله انا جعان يا دوله، هات جنيه بقى بسرعه دوله. وبعدين كشري ايه اللي بجنيه؟ مش علبه الكشري بجنيه ونص؟ هي دوله لا، ما انا بديله العلبه البلاستيك من عندي وكشري عليه بسرعه. اه يعني بتديله الفارغ؟ لا 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 بلاش كلام فارغ، انا مش هديك حاجه. هي دوله اخر جنيه هطلبه منك النهارده يا دوله، اخر جنيه بسرعه. ولا انت شكلك مش طبيعي النهارده ليه؟ هات جنيه يا دوله وابقى طبيعي بسرعه. طيب انا هجيب اكل لنفسي يا رمزي، ممكن تاكل معايا؟ لا انا عايز جنيه دول، عايز بسرعه. لا لا انت هتضربني برقبة التمثال ولا ايه؟ خد ادي الجنيه اهو. الله الله الواد ده ماله؟ ايه اللي جراله؟ ايه غير له حاله؟ صعب عليا اسهر لياليا. لا انا لازم اتاكد الواد ده بيروح فين، وكده بالتنكر ده عشان هو غبي اكيد مش هيعرفني. وانا جهاز 4، وقتك خلص، تايمز اوفر.
ربع ساعة بس يا معلم. مدبولي مدبولي هارد ما يعرفش ابوه. هتطلع الفلوس هنعنشك، ما معكش فلوس هكروشك. قوم ياه. هجيب لك الفلوس بالليل. انا بطلت شغل الليل. قوم يلا روح ياه. انا كده مش هجيلك تاني. عنك ما جيت. سلام يا بيبو، ازيكم رجالة؟ معلم مدبولي عايز ايه يا زفت؟ ادي الجنيه اهو يا عم، اروح العب بقى؟ حبيبي يا رمزي. بس انت شكلك خاسس كده يا معلم هارد يعني. ايوه نازل 4 جيجا في يومين. خش يا رمزي، احسن جهاز عندي نمره 4. شكرا يا معلم. مدبولي هارد يتمنى لك جيما ممتعا والعابا مسليه. تيت ايه اللي اخرك كده يا رمزي؟ كنا نبدا من غيرك. لا يا عم، ده انا عقبال ما سلكت الجنيه. يلا بقى نبتدي. ها اوعى تموتني. ها انا وانت نتحالف ضد مودي، علشان هو اتحالف هو وميدو ضدنا امبارح. مودي معانا النهارده بس هو مش قايل لميدو. يا راجل طب بقى نسلف لبعض بقى ارواح وصحه وذخيره. السلام عليكم. اهلا اهلا باشا. وانتوا عندكم ايه؟ كله موجود وحسب المود. يعني انا قصدي قديم، يعني انا من وقت الاتاري. اتاري شكلك بالداري. امورنا يا باشا، كله موجود، حركات، ايميلات، منتديات، سيديهات، كله. فانيلات، شرابات، عندكم سندوتشات؟ عندنا مشروبات، حد آلات؟ انت كده هتدخلني في متاهات، انا هقعد بنفسي على الجهازات. طبعا الكبير كبير. خش يا باشا على جهاز 6 هيوديك في اي حته. دي الحلاوه دي، عامل لي فيها شعر الكتروني. جهاز 6 يوديك اي حته. طب ازاي وفين وامتى؟ باشا خش يا باشا على الجهاز بس برجلك اليمين. عشان ما يكونش فيه حريم قاعدين على الشات بغيار ولا حاجه. ما تضربش عليا نار يا ميدو، ما تضرب، هضربك بالمسدس الليزر. انت اللي بدات الاول يا رمزي. انا بنزف. حد يحدف لي الاسعافات الاولانيه. سيبوه، ما حدش يحدف له اسعافات، خليه يموت. انا بموت، ارحمني يا ميدو. طب هديك كل ثروتي بس سيبني اعيش. ثروتك يا معفن، انت حته غير شبشب بصباع. لا سيبني اعيش. لا سيبني عيش. سيبك. جيم اوفر. لا انا موت بقى، انا لازم اخد بطاري من كل اللي موتوني قبل كده. معلم مدبولي عايز ايه يا زفت؟ انا محتاج محاوله بعد اذنك لو سمحت. معاك فلوس ياض؟ لا انت خدت كل فلوسي يا عم، وبعدين انت ما كنتش بتعاملني كده خالص يا عم، كنت بتلعبني ببلاش. كنت بجر رجلك يا عبيط. ايه جر رجلك؟ ما هي رجلي اهي معايا. ما اقصدش يعني بجيب رجلك. بقول لك يا رمزي صاحب الكيف يجيب له معلقه. طب بص يا معلم، خد النضاره وخلينا نلعب شويه. شمس دي؟ لا بس ممكن تنفع نظر. لا ما ينفع. بقول لك ايه، معكش ساعات ولاعات حمالات من بتاعتك دي؟ اي حاجه اي حاجه. طيب بص انا عندي فكره حلوه قوي، انا هسرق لك ساعه الحائط اللي في بيت دوله ابن عمي. ماشي ماشي. بس تسرق الحائط نفسه بدل ما تسرق الساعه اللي عليه. خليك في حالك يا كوتش والنبي، مش طايق يا كوتش. ايه ده تعال هنا يا تعال يا ده رمزي هنا. ايه ده انت مين انت بقى؟ بص خليك في حالك يا عم عشان نروح في مراخيري اهو. ما دام روحك في مناخيرك اهو، اعطس عشان تطلع ونخلص اهو يا سيدي. لا ما خدتش بالي برضو، مش عارفني. طيب دولة حبيبي. دولة انت ايه اللي جابك هنا؟ دولة ايه اللي جابك هنا يا عم؟ هتضيع زي دولة وهتبيع بزارك وهتطلع ياسمين بنتك. امشي من هنا. هتطلق ياسمين ويتم رانيا يعني ولا ايه؟ ما انا مش فاهم. رمزي إيه انت تعالى معايا يلا. انت جاي تخطف الزباين مني ولا ايه وتقطع عيشي؟ ما انت حرام عليك يعني، ما يصحش كده، مش معقوله يعني. كم الناس المدمنين اللي عندك دول كلهم، حتى الاطفال ما سبتهمش، وبتعتمد على براءه الاطفال وعلى غباء الكبار. والله انا ما ضربتش حد على ايده. دول هات جنيه. تعالى معايا يا رمزي، هلعبك في البيت عندي، عندنا جلاء. لا انا عايز العب نون بقى، انا عايز اعود ادول. انا مت 4 مرات النهارده يا عم. ما كفايه عليك 4 مرات موت، انت حبيت حكايه الموت كل شويه عايز تموت. يلا يا رمزي تعالى يا ابني تعالى. نجلاء عندها كمبيوتر كبير وجديد ومليان حاجات، تعالى يلا. طيب ماشي. نجلاء عندها فيفا 16/3/2008. ده عيد ميلاد الفيفا يعني؟ عندها يا سيدي. واخليك تقعد بقى تلعب لوحدك كده اهو، وتقعد تشم جزم اللعيبه كمان. بجد يا دولة؟ بجد. يلا بينا. اجي معاك يا رمزي. بس يا زفت. يا عادل حرام عليك بقى يا عادل، هتفضل حبسه كده يا اخي؟ اديله جيم واحد بس على الاقل. اديله جيم واحد ليه يعني؟ هيفيده بايه؟ العبه حاجه بسيطه يعني عشان يبطل الادمان بتاعه. ايه رايك مثلا العبه سوليتير؟ ايوه عشان تهديه. هو عم رمزي ماله يا بابا؟
بابا. عمو رمزي يا حبيبتي بقى مدمن، يعني هو عيان دلوقتي لان هو قعد يلعب كتير جدا على الكمبيوتر، لازم تاخدي بالك. ازاي يعني؟ طب ما انا هو بقعد على الكمبيوتر كتير قوي وما حصليش حاجه. لا يا حبيبتي، انت ما زلتي دلوقتي في مرحله التعاطي، ان شاء الله هتخش على الادمان ومش هنعرف ننقذك. يا دولا ارجوك يا دولا، انا صوابعي بتاكلني يا دولا وعينيا طلعت من راسي. يا ماما يا ماما، انا مش قادر اشوف المنظر ده خالص، انا كل جسمي مقشعراتي. بقى رمزي العاقل الراسي اللي لا بيشرب لا شاي ولا سجاره يحصل له كده؟ لا ده الواحد يخاف على عياله. ايه يا ماما، انت محسساني ان هو كان الطالب المثالي، هو كان زفت بقى زفتين. يا جماعه وسعوا لي بقى، لحظه لحظه، ده راجل مريض نفسيا وده موجود في علم النفس وليه كتب ومكتوب عنه حاجات وليه ادويه وليه علاج، انا بقى هعالجه والعلاج هيجي بالتدريج. علاج رمزي عندنا يا جماعه، انا هعالجه بالاعشاب. طب ما يمكن عنده احساس بالفراغ والفشل فحب يزود انتصاراته في مكان اخر. انتصارات ايه بس اللي انت بتقولي عليها؟ ولا انتصارات ولا حاجه، ده كان بيتغلب وبيتقطع من الواد الصغير قد كده اسمه ميدو. ومع ذلك يا ستي زي ما قلت لكم انا اللي هعالجه. دولا 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 على ما حبيبي دولة. يا ابني يا ابني يا ابني، دي ما دي لازم لها كمبيوتر نحطها فيه، ما ينفعش انت تستعملها لوحدها كده. اي حاجه يا دولة، اي حاجه، انا دماغها هتتفرتك يا دولة. خلاص خلاص، انا جبت لك الجهاز اهو، ونبتدي بقى مراحل العلاج واحده واحده كده مع بعضينا. طب ماشي يا دولة، حط الفيشه حط الفيشه بقى بسرعه. ولا ما تلحسهاش، يلا يخرب بيتك. ولا ولا يا دولة بسرعه بقى بسرعه يا دولة بقى. اول حاجه بقى ابتدي لك العلاج ده على 3 مراحل. ازاي يا دولة يعني؟ يعني المرحلة الأولانية الجهاز كله على بعضه، يعني عندك الشاشة وعندك الكيسة وعندك الماوس والكيبورد. ماشي يا دولة، بس ستارتر مان. الستارتر ده أساساً بتاع اللمبة نيون يا غبي. ماشي تاني مرحلة بقى افهم. تاني مرحلة هشيل لك الماوس يا معلم، هيبقى من غير ماوس. ماشي يا دولة، أنا عايز درعايات، أصلاً الماوس ده بيزفلت من إيدي يا دولة. ياد انت بتلعب بصابونة ياد. تالت حاجة بقى يا سيدي هشيل لك الشاشة وتلعب بالكيبورد من غير شاشة. ايه دولة، بس انا كده بقى مش هشوفهم هما بيموتوني وانا بنزف. ما ساعتها بقى هيكون اعراض المرض ابتدت تطلع من جسمك، يلا هتبتدي تحس انك انت عرقان وانك انت متوتر وبترتعش وكأنك متلك، فهجيب لك انا بقى بطانية وام كلفتك في البطانية دي جامد جدا تعرق فيها بقى براحتك، واخد بالك تصحى الصبح تبقى زي الفل ان شاء الله. ماشي يا دولة ماشي، بس بسرعة بقى يا دولة بقى، نبتدي بقى دلوقتي المرحلة الأولانية. الأولانية؟ أمال يالا بتلعبها إزاي يالا؟ حاضر يا رمز، حاضر يا ابني. حط الفيشة، حط الفيشة بسرعة، حط الفيشة. قلت لك حاضر. يا رب، يا رب، يا رب كان مكتوب لنا في أنهي سايبر يا رب. يا رب استرها من فضلك يا رب معايا استرها. أنا خايفة على أنكر رمزي أوي أوي أوي. أنا مش خايفة غير من فاتي عادل، هيضيع الواد. عادل، عادل. في امل يا عادل؟ ها في امل؟ طمنا يا عادل. ان شاء الله ان شاء الله خير، لو فات 24 ساعه من غير ما يحتاج يقعد على الكمبيوتر يبقى عدينا مرحله الخطر. خلاص ما يخرجش من البيت. هل كتبت له في روشته ما يخرجش من البيت 3 مرات بعد الاكل؟ يا عادل انت متاكد ان اللي انت بتعمله دهون سليم ومش علمي؟ لا 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 لا، علمي تماما، بس انا بقى هشغل معاه الادبي، هفرجه على الادب بقى يا هانم، عشان الحيوان ده ما يفكرش بعد كده يمد ايده ويسرقني ابدا. يا عادل الفلوس تتعوض، لكن رمزي، رمزي اللي شايلك. شايلني وهبدني على الارض يا ماما. هو ممكن انكر رمزي يرجع زي زمان؟ يا ريت ما يرجعش زي زمان، يا ريت. رانيا انت جاهزه؟ البلطو جاهز؟ يلا بينا يلا بينا، وانتوا خشوا ناموا، ما تقلقوش على رمزي خالص، ما تقلقوش. هاتي. سبايدر باد اهي معايا، تعالى. علشان انا؟ عشاني يعني التيه قبل غبي، وتعالى يا رمزي تعالى البس بدلة سبايدر باد، وفي سايبر كبير كل اجهزته عشانك يا رمزي. يعني انا هروح السايبر وعم دولي مش هيضربني؟ كلنا بنحبك
تعالى يا عريس، تعالى البس اتجالك الفيروس في رجلك يا ربزي، تعالى البس يا عريس وتروح السايبر وتغلب بودي وتغلب بيدو وتغلبهم كلهم يا عريس. ربع ايدك عشان تبقى مؤدب، تعالى يا ربز. لا لا عم تقولي عم تقولي يا غبي بتقولي امشي تعالى. عم تقول ايه؟ ناب يا ربزي، ناب يا ابني. رانيا حضري لي بقى انت الفطار على ما اروح اطمن على رمزي. بس انا خايفه منه قوي يا عادل. ما تخافيش يا حبيبتي، انا ربطت ورابطه بتاعت فريد شوقي لما كان بيقول يا عدوي، ده بقى قال يا عدو وما قالش يا عدو مش هيعرف يفك الرابطه يا ماما. رمزي ولا ايه ده؟ الواد رجع لاصله بقى جزمه تاني. وانا اللي قلت خلاص ابتدينا نعالجوها، ابتدى يخف وهيرجع تاني زي ما كان غبي. بس ايه اللي انت بتقوله ده يا عادل؟ ده رمزي هرب، رمزي هرب يا عادل. بس هجيبه، يعني هجيبه. يا نهار ابيض، يكون عامل حاجه في ياسمين. ايه ياسمين او سناء؟ لا سناء مش اشكال، مش اشكال. يا مامي يا ياسمين يا نجلايا كلكم. ايه 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 بقى؟ رمزي هرب. يا لهول المفاجاتي، يا لهول المفاجاتي، يكون سرق الكشمجية بتاعتي اللي فيها الصيغة النادراتي بتاعت قناني. ايه 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 مفاجاتي وشكمجيتي يا حماتي؟ شكمجيتي ده هو حلق واحد اللي عندك وفردته ضايعة. عادل لحسن يمشي ماشي بطال. هيمشي ماشي بطال هيعمل ايه يعني يا ماما؟ هيروح يرقص في شارع الهرم؟ ده ما يعرفش يروحه اصلا. مسكين يا رمزي، زمانه قاعد بيشحت على باب اي سايبر دلوقتي. انا بحب انكل رمزي قوي اكتر من القطر اللعبه بتاعي. الله عليك يا ياسمين، شفتوا التشبيه؟ يعني ايه بتحبه اكتر من القطر؟ تشبيه بليغ، هتطلعي البابا شاعره. اتبط بقى اتبط، بهدلت الواد اكتر ما هو متبهدل. حرام عليك يا عادل، ده عنده ازمه، ازمه الرجوع للطفوله. هو اساسا ما خرجش من الطفوله عشان يرجع لها. الواد ما عاش طفولته يا عادل، طلع على شغل شغل شغل، فجاه لقى عيال وجيمز وكمبيوتر. كان لازم تحصل له ازمه ويدمن الحاجه دي ويفضل قاعد جنبها على طول. فتش في الماضي يا عادل. انا لو فتشته ممكن الاقي الخمسة جنيه وساعتها بقى مش هسيبه. ركز يا عادل، الماضي الماضي، فتش فيه وعالجه. المهم يرجع. يا ترى هو فين؟ انا عارف ممكن الاقيه فين. هو مدبولي هارد ومش هسيبك يا مدبولي. بو انت بتغرق، فكيت الحبل ازاي يالا؟ زي ما سبايدر مان لما فك خيوط العنكبوت من على نفسه. واخد العنكبوت قدوه ليك يا معفن، يا معفن بعد كده الاقيك ماشي على السقف. ما تهدى ما تهدى يا عادل، اهدى. ماشي اديني هديت اهو، حاضر. خليك معايا. رمزي انت بتروح السايبر عشان تلعب؟ لا، علشان اقابل ميدو ومودي وبيبو صحابي. طب انت مش ملاحظ ان هم اصغر منك بكتير؟ بس احنا تفكيرنا متقارب وهم بيحبوني وانا بحبهم اول نقطة. تفكير يا ابو تفكير، بيضحكوا عليك وبياخدوا منك فلوس يا اهبل. الراجل ده وحش، الراجل ده وحش. رمزي انت عارف ان احنا كلنا بنحبك يا رمزي. ايه كلنا دي؟ اتكلمي عن نفسك بس. فين خمسة جنيه يا فين خمسة جنيه؟ طب وحياة ياسمين، وحياة ياسمين عندك، انت مش بتحب رمزي؟ مش قوي. يعني بتحبه؟ بيعمل غلطات كتير طول الوقت. بس والله هيبقى كويس وهيبقى زي الفل وهيسمع الكلام. صح يا رمزي؟ صح يا ماما. ماما ده تكمو يا واطي يا مغفل. سناء عشان نفسيته يا سناء. الست دي وحشه على فكره، الست دي وحشه، انتوا وحشين. انت
كويس يا عم رمزي؟ انا الحمد لله يا ياسمينة كويس الحمد لله. اصلا انا كنت قلقانة عليك قوي قوي قوي. حبيبتي يا حبيبتي تعالي يا ياسمينة حبيبتي. شفت شفت يا زفت كلنا بنحبك ونموت فيك ازاي؟ يا ابني يا ابني الكمبيوتر ده ليه استعمالات كتير قوي قوي غير الجيمز. ايوه في وورد واكسل ممكن تكتب عليه من غير قلم. القلم ده بقى هو اللي هينزل على خلقتك دلوقتي. بابا خلاص يا عم رمزي انا هعلمك. ايه ده انت يا زغنطوطه يا كلبوزه تعلمي رمزي؟ رمزي ايوه اعلم رمزي واعلم 10 زيك. ايه ده الست دي وحشه على فكره. ياسمين يا حبيبتي انكل رمزي خلاص خف وبقى كويس ومن بكره هيلعب جيمز مره واحده بس في الاسبوع. ايه ده ايه ده ايه ده ايه اللي مره واحده في الاسبوع وانت بتدفعي لي حاجه من جيبك اصلا؟ يا فصلي يا امه رانيا الست دي وحشه على فكره. بص يا رمزي انا ممكن اعلمك ازاي تدخل على النت وياسمين هتعلمك وورد واكسل وكل يوم جمعه يا سيدي نقعد احنا الثلاثه مع بعض ونلعب جيمز. قشطه قشطه يا نوجه. دولا دولا تيجي تلعب معانا بقى كل مره. العب معاكم يا ريت. دول بقى ماشي انا مش بتاع بقى. بقى بص ابعد عني ابعد عني ابعد عني. شفت قلتها كم مره؟ ثلاثه. عرفت تعد؟ ماشي اوف الناس دي وحشه. نو صحيح انتوا كنتوا بتقولوا لي احنا بنحبك كلنا باين. ايوه بنحبك زي ما بنحب القرد اللي في جنينه الحيوانات. طب ما تجيبي موزه. اوعى عيني موزه دي. طب ايه رايك يا ستي تبقوا تجيبوا الفصل بتاعكم وتيجوا تزوروني؟ اوعى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بقولك ايه يا عادل انت لازم تنزل وتروح للترز تجيب منه الفستان الاسود بتاعي بقاله جمعتين واخده وبعدين 40 فردوس الله يرحمه بعد جمعة. حاضر يا ماما بدل ما انزل واروح له انا ممكن بس اكلمه الاول في التليفون. ازيك يا رانيا؟ عادل عايزك في موضوع. حاضر نمرته موجودة هنا يا ماما الترزي؟ مين جمعة الترزي؟ موجودة هنا شوفها عندك. سيب الانتكس اللي في ايدك ده وشوف المصيبه انا واقعه فيها. عادل ثانيه واحده بس. مصيبه ايه يا سناء؟ بنتك قطعت لي كل الصفحات اللي انا مديها للولاد فيها صفر. طب ودي حاجه مضايقاك يعني؟ طبعا حاجه تضايقني طبعا تضايقني. امال همسك حجة على العيال واذلهم ازاي يا عادل؟ جمعه 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 يظهر جمعه تاه في وسط الاسبوع باين. عادل عايزك في موضوع. ثانيه واحده بس اما اشوف عم جمعه ده. عادل عادل خلاص انا جون بابا مش قادره انا خالص. النور الاصفراتي في الاوضه بتاعتي دي انا مش شايفه ان انا بيه حاجه خالص. انا عايزك تجيب لي فلوريسون كرواسون. ايه اللي انت عايزاه بدل؟ بص يا حمادي المشكله مش في النور المشكله في النظر. فممكن تعملي نظاره يعني عادي. مامي حبيبتي اهدي شويه كده بس انا عايزاه في موضوع وبعدين هخليه يعمل لك كل اللي انت عايزاه. ابي عادل ايه ده والنوت بطيء جدا يا ساتر. زقيه زقيه ومش هيحصل حاجه هيسرع تاني. يو يا ابي ممكن لو سمحت تنزل للواد حماده هارد تفرمطه لان انا شاكه ان الواد ده ساحب واصله لحد تاني. واصله لحد تاني؟ لا ده انا دافع له 25 جنيه في الشهر انا مش هسيبه. يا عادل لو سمحت انا عايزك في موضوع. الترزي يا عادل الترزي. لا يا عادل الفلوريسون من فضلك. بنتك دي انا هقطعها لك حتت لو عملت العمله السودا دي مره تانية. بس حرام عليكم حرام عليكم. عادل ده بتاعي انا محدش يقرب له خالص. هو ايه هو تحول من ملكيه خاصه لملكيه عامه. ده جوزي انا وانا عايزه في موضوع. ابلعيه. ايه يا بنتي وفي حد حيشك عنه؟ اشبعي بيه بالليه واشربي ميته. يا حبيبتي لو عمل خدماتات لاهلك ربنا هيبارك لك فيه. هيبارك لي فيه يعني ايه اللي هيحصل؟ هصحى الاقيه بقى اتنين مثلا. يا جماعه جيف مي ا تشانس تو جو ذا مان. بقول لك ايه يا بنتي يلا نخش جوه. يلا يلا يا بنتي نخش جوه. يلا يلا. عادل أيه. الحمد لله دخلوا جوه. ممكن من فضلك بقى احنا كمان نخش جوه عشان عايزاك في موضوع. يلا يلا. اعمل ايه اعمل ايه انا مش عارف ارض البيت ده ازاي. الطلبات طول الوقت يا عادل يا عادل اعمل لكم ايه؟ يا بيبي يا حبيب قلبي هدي نفسك. انت شكلك راجع من الشغل تعبان وبقى انت بترجع في البيت. بيتك يا قلبي لازم ترتاح.
الله 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 الله، ايه الدلع ده كله؟ انا مش متعود منك على كده. عايزه ايه يا رانيا؟ ايه يا حياد قلبي انت يا عمري يا قلبي، انت جوزي يا حبيبي، اذا ما كنتش هدلعك هدلع مين في الدنيا؟ قولي يا بيبي، هي الست كده واجبها الانساني وزوجي انها تدلع جوزها وتشخلعه؟ ساعات تخلعه عادل. انت ما تقول حاجه زي كده تاني، فاهم ولا مش فاهم؟ ايه عادل، انت خفت ولا ايه؟ لا انا اقصد اقول يعني انا مش ممكن افكر في الموضوع ده خالص، ولا اصلا يخطر في بالي حتى بنسبه 1%. يا عادل انت مش عارف الموضوع ده ممكن يبقى بالنسبه لي ايه. بالنسبه لك يعني ان انا جوزك وما تقدريش تستغني عني، ويعني متمسكه بيا وكده ولا ايه؟ يا شيخ روح، انا معناها كده ان انا بضيع كل حقوقي كامراه مطلقه. اه محكمه الاسره فتحت عينيك يا هانم. اثر ومن الاخر مس ارتواء. ايه ميس ارتواء دي؟ شرقت ولا ايه؟ افهم يا اخي، ميس ارتواء دي ميس بتاعت ياسمين في المدرسه، عامله حفله تنكريه ومن الاخر كده عايزه فلوس عشان اجيب لي ياسمين فستان اليس في بلاد العجائب. اليس؟ انا اجيب لبنتي فستان كانت لابساه واحده اسمها اليس؟ وبعدين اليس دي ممكن يكون عندها امراض جلديه، نعدي بنتنا؟ معقوله يعني يا رانيا؟ يا سلام، دي حاجك دي يا استاذ، قولي انك بخيل وجلده ومش عايز تشتري فستان لبنتك يا بخيل. انا بخيل؟ انا خير مغرقك انت وبنتك وامك واختك يا هانم. لا والله، وامك واختك برا الحسبه. ها يا حبيبي الله يرحم، لما رضيت بيك كنت كحته وفقيره على الحديده. حديده؟ انا عمري ما كنت فقيره على الحديده، انا طول عمري راجل اعمال ناجح على الحديده، لكن جوازي منك هو اللي عطلني يا هانم والتاريخ يشهد. وده كان امتى بقى ان شاء الله؟ ان كنت ناسيه افكرك. هلا رمزي، عملت ايه النهارده؟ بعت ولا ما بعتش في سنتك؟ لا يا دول، احنا بسم الله ما شاء الله يعني بعنا كتير قوي النهارده. بعت لك يا عم ميداليتين سكوب الدو واربعة حرف ميم وميدالية كرة أرضية، وفي خمسة اتسرقوا مني، وفي واحدة واد جري وخطفها وجري. يا سلام، خمسة تسرق؟ انت كل يوم حاجة تسرق وحاجة تضيع، وانا مش فاهم. مش هات الفلوس، هات الفلوس. خد يا دولة بقى، خد يا معلم، عد وقبضني. اعد ايه؟ هم اتنين وربع جنيه وربع، اعد فيهم ايه؟ وبعدين انت المفروض تجيب لي 140 قرش، في كده اهو 15 قرش ناقصين ازاي غير اللي اتسرق وغير اللي ضاع؟ ليه يا دولة؟ مش انت يا حبيبي قلت لي الميداليه اللي هي حرف ميم دي بربع جنيه، والاسكوبيد دي ب 15 سخ؟ 15 سخ؟ الاستيوبيد ستيوبيد ايه بس؟ ستيو اسمها اسكوبيدو. الاسكوبيدو الابيض واسود العاديه دي اساسا ب 15 ساخ، الثانيه بربع جنيه. اللي عايز بقى ميداليه الوان وينزه نفسه يدفع، واحنا هنصرف عليهم ولا ايه؟ يا دولة بقى، ربع جنيه من 15 قرش ما فرقتش بقى يعني؟ ما فرقتش ولا انت دافع حاجه من جيبك؟ ما انت مش داري بالدنيا ومش داري بالاسعار. يا نهار اسود، ده كل حاجه ولعت يا ابني، ده رغيف العيش دلوقتي بقى بتعريفه. ايوه يا ابني، تذكره الاتوبيس بقت بشير، الحاجه الساعة بقت ب 15 قرش. امال انت فاكر ايه؟ الواحد مش عارف هيتجوز ازاي ولا هيكون نفسه ازاي؟ ده انا ثروتي كلها، كل ما املك حطيته في المشروع بتاع الكرتونه اللي سلمتها لك انت. دولا، طب واللي يكبر لك المشروع ده يا عم تديله ايه بقى؟ بص يا دولا، انا ليك عندي لقمه عيش ملبن 100 100. بص ما انا مش جاي بقى مصري نون علشان العب، مش سايب انا مستقبلي في البلد بعد ما خدت دبلوم الزرايب واجه نون بقى بص في الربع جنيه من 15 سنه. لا ده انا بقى عينيا بقى على الورقه ام 5 جنيه. 5 جنيه الجشع اللي انت بتتكلم بيه؟ وهنجيب ازاي بال 5 جنيه دي؟ انا هقول لك يا دولا، احنا باذن الله يعني ان شاء الله احنا بس نيتنا تبقى صافيه، والكرتونه دي يعني ان شاء الله ربنا هيكرمنا وهتبقى اكبر. تبقى اكبر؟ هي فكرة، بس بدل ما نجيب كرتونة أكبر، ما احنا ممكن نجيب كرتونة تانية قدها ونفتح الاتنين على بعض. لا يا دولة بقى، ما تفتحش عينين الناس بقى علينا يا دولة علشان الضرايب. يا ابني الضرايب دلوقتي ما فيش منها مشكلة، أنا أسمع بعدين، الضرايب دي مش هتسيب حد. بس انت صح يا له. بص بقى يا دولة، احنا بقى بما ان يعني الحمد لله الكرتونة دي كده هون واسعة، احنا عم نجيب البضاعة دي كده هون ونقوم قاسمين الكرتونة دي كده، ونجيب بقى ايه يعني بربع جنيه حرنكش، على كتكوتين كده زوانطتين، على دوتين أز بالورق بتاع التوت بتاعهم. يجوا بأكلهم يعني دود الأز. هي بص، مدام كده كده فتحنا الكرتونة، ايه رأيك نجيب شوية دوم؟ لا يا دولة، انا الدوم دون ما بحبوش. ما بتحبوه؟ وانت هتاكله ياد؟ وانت بتاكل الميداليات وكل شوية تقولي ده ضاع وده اتسرق، تاكل الميداليات ياد؟ في كرة أرضية وقفت هنا على فكرة امبارح. اطلعها لك. ميدالية بخمسة. ميدالية بخمسة. ولا يا رمزي، شعري مظبوط يالا؟ مظبوط، ده ولا وليد توفيق. يا ابو بدوي، عايزين اتنين واحد نعناع لو سمحت يا ابو بدوي. احكي لنا بقى استاذ حلمي بتاع الاحياء عمل معاكي ايه؟
يا بنتي ده غريب، ده غريب، ده يموت على روحه من الضحك. ده اصلا كل ما طول ما هو قاعد عمال يقول حاجات غريبه وبيعمل حاجات غريبه كده ويقعد يعمل كده معرفش ايه. وعايزه اقول لك انه بيقعد يكتب لي شعر ركيك عمي كده غريب مطفشني، مخليني كل يوم انط من على سور المدرسه. يا هبله ما تطمني معايا يمكن تاخدي منه امتحان نص السنه. لا طبعا انا اصلا ما بحبش النجاح الرخيص، انا اصلا يوم ما افكر اني انجح لو نفسي يعني انجح هنجح بكرامتي بالبرشام اللي بكتبه بتعبي بمجهودي. وبعدين هو اساسا ما فيهوش مواصفات فتى احلامي. ايه هي بقى المواصفات دي؟ فيرست اوف اول ان هو يبقى طموح. طبعا طبعا. سكند لازم يبقى مودرن. فسكوس يا ابني. تالت حاجه ودي اهم حاجه عايزه اقولك ان هو يبقى بريليانت. ايه ده دي بتشتم؟ انت ايش فاهمك برنس؟ عايزه برنس. ولازم يبقى وسيم طبعا. بس عايزه اقول لك ان انا ممكن استغنى عن ان هو يبقى وسيم بس على اساس ان هو لازم يبقى جذاب طبعا. مغناطيس يا معلم. سوري يا مدام يا انسه يا استاذ. بص يالا البنات الثانوي دول ايه يا عم بيت الاسرات اللي احنا داخلينه ده؟ بس دي حلوه قوي 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 شبه صفاء السبع بالظبط. يلا يلا. يلا رمزي شفت العيال القرانات دول يالا؟ اه دول مش هما دول تدول اللي فرقعوا لنا الكوره واحنا بنلعب كلب مشترك؟ كلب مشترك. بس انا بقى المره دي مش هسكت لهم يالا. بقول لك يا جميل انا معايا تذكرتين سينما لفيلم النمر الاسود من 12 ل 3، يعني يا دوب هنخرج على ميعاد المدرسه بالظبط. ولو قايله لهم في البيت ان عندك مجموعه يبقى يا دوب نطلع على كازينو الحمام نتغدى. ايه ده ايه ده يا كابتن؟ ده ازاي تتكلم مع بنات الناس بالشكل ده؟ انت ما عندكش اخوات بنات؟ لا انا وحيد. وحيد؟ طب افرض مثلا مامتك وباباك فكروا ان هم يخلفوا وجابوا بنت وبقت اختك، ترضى حد يعاكس اختك؟ انا بابا مات. انت هتقفلها ليه يا كابتن؟ طب افرض مثلا مامتك يعني بعد ما باباك مات الله يرحمه اتجوزت واحد تاني وخلفت بنت وبقت اختك برضه، ترضى حد يعاكسها؟ اه انت بتهزر وبتغلط بقى. وانا اعمل لك ايه يعني؟ وانا اللي موتت ابوك؟ ايوه وبعدين هو يغلط براحته بقى. وبعدين فين يا دي انت وهو الكره الكفر بتاعتنا من ساعه ما دستوا عليها بالعربيه ومشيتوا حتى ما بصيتوش الكره الكفر حصل لها ايه؟ بس يالا ما بص ما تهيفش القضيه. هيعملوا ايه يعني؟ هياخدوا الكره يودوها القصر العيني بس؟ والله باين لكم شكلكم عيال هبله وعايزين تاخدوا على دماغكم. وبعدين انت مالك نعكسها ما نعكسهاش؟ هي صاحبه الشقه اشتكت لك ولا ايه يا جميل؟ ميرسي رانيا. ايه اللي بتقوليه ده؟ شكلهم عيال سيع. طب مش ميرسي. وبعدين يا كابتن احترم نفسك يعني، لان دي تبقى بنت خالتي. ومادام بنت خالتك ما قعدتش جنبها ليه؟ عشان امي وخالتها متخانقين مع بعضيهم يعني. بقول لك يا امور ما يلا بينا بقى عشان نلحق السينما زمان احمد زكي خلص جري. الله لا 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 ولا انت ما فيش حد مالي عينك ولا ايه يالا؟ ما تحترم نفسك امال. نزل ايدك لحسن اقطعها لك. ولو ما نزلتش ايدي هتعمل ايه؟ يا ما طحنت ناس كتير جدا علشانك، يا ما دمرت شباب وحطمت قلوبهم. طحنت ولا طحنت؟ طحنت طبعا. ده انا لدرجه ناس كتير جدا نصحوني وقالوا لي ما تفتريش بصحتك على الناس، يعني انا ما سمعتش كلامهم. وبعدين لعلمك بقى يا هانم، لعلمك انا خسرت جيل الثمانينات كله بسبب الجيل الثمانينات الذهبي. طب ما انت خدت زهرة شباب هذا الجيل ولعلمك عشان تبقى فاهم بعد الحاحك الشديد عليا اضطريت اسفة بالعافية اعرف اخد لك ميعاد من مامي. الحاحي؟ الحاح انا؟ يا سلام. لا يا هانم ان كنت ناسية افكري. ها ايه رأيك؟ قديمة قوي يا ميداليا. وميداليا خشب الشغل ده كان بتاع زمان يعني. ده شغل مين ده؟ ده شغل بندق. بندق ده اساسا من زمان كان اي كلام. انا الحمد لله دلوقتي ربنا كرمني يعني اخر كرم وبقى عندي كاسه دبل احمر بطبع منه بقى شرايط الاصدقاء والجيبس بقى وليله. بس بمناسبه ايه يعني الهديه دي؟ بمناسبه مرور 6 سنوات على مشينا مع بعض. رانيا اوعي تقولي الكلمه دي تاني، مشينا مع بعض. انت مش ماشيه معايا يا ماما، انت ماشيه جوايا. عادل احنا لازم نوضع حد المشينا ده. لو تعبت من المشي ممكن تريحي يا عادل؟ لو سمحت احنا عايزين نفكر بعقلانية ونودع حد لعلاقتنا. ايوه يعني اعمل ايه؟ بصي لو انت زهقتي مني وخلاص عايزه تنهي العلاقه براحتك، عايزه تكملي براحتك، انا ما عنديش مشاكل يعني. عادل انا جاي عريس. جالك عريس؟ اهم حاجه سالته عليه كويس، لان مش معقوله بعد ما تكوني ماشيه مع عادل سعيد تتجوزي اي حد اي كلام كده. هو انا سمعتي في السوق برضو ممكن تتضرر لعلمك يعني.
عادل لو سمحت انا عايزاك تحدد موقفك وتقولي هتيجي امتى تقابل بابا وماما. بص يا رانيا حبيبتي، انا مش هقدر اجي اقابل بابا وماما دلوقتي لان انا مشروع شاعر كبير، مستني طبعا اطرح الديوان الاولاني بتاعي، وحكايه الجواز دي ممكن تعطلني لعلمك. يا عادل يا حبيبي يا حبيب قلبي، انا استنفذت كل مبرراتي الوهميه في 26 ونص عريس اللي تقدمولي. اتقدم لك 26 عريس ونص؟ النص ده ايه، اتكلم وما جاش ولا ايه؟ لا ما انا كنت هبقى الزوجه الثانيه، الواحد متجوز باين 3 وربع ولا ايه مش عارفه. المهم ان انا رفضت وتمسكت بيك، فلو سمحت لو ما جيتش في خلال يومين تقابل بابا وماما انت عارف انا هعمل ايه. تعملي ايه يعني؟ هطلب منك ترجع لي 300 جنيه اللي خدتهم مني عشان تشتري كاسه الدبل بتاعك الاحمر يا عادل. وطبعا استخدمتي كل الحيل الممكنه والغير ممكنه للوصول ليا يا هانم. ها انا استخدمت ذكائي كانثى. ذكائي كانثى ولا هبلي كراجل؟ ايه ده ايه ده ايه ده، انت فاكر نفسك مين اصلا؟ ده انت تحمد ربنا انك متجوز واحده زيي. ده انا لولا اقنعت مامي بالعافيه كان زمانك دلوقتي متجوز اي واحده. انا لا يا هانم، لا يا هانم، ده انت اساسا اول ما قلت لامك ان اللي جاي ده اسمه عادل سعيد، مجرد ما ذكرتي اسم عادل سعيد امك احولت من الفرحه خالص. يا ابني انت مش فاهم، ده الكلام اللي انا قلته لك وقتها عشان ما جرحش مشاعرك كمواطن مصري وشاب طموح، وان كنت مش عارف اعرفك. بطلي دوشه يا نجلاء، عايزه اكلم اختك. المواصفات بتاعت العريس اللي انت جايباه ده عريس جربوع ومش من مستوى العيله بتاعتك، وانت مش ممكن تعيشي بالمستوى اقل من كده زي كل بنات العيله. ما تتكلم وتقول حاجه يا عبد الستار. والله انا محتار. وبعدين انت عارفه كويس قوي ان انت مقري فتحه بتاعتك مع شريك باباكي رستم بيه، اكبر واحد بتاع النودلز في مصر. مامي يو نو فيري ويل ان انا ما بحبش النودلز، ازاي هيحصل فيه بيني وبينه توافق؟ انا مش ممكن اتجوز صاحب ابن صاحب المصنع ده. بقول لك ايه، انت مش هتتجوزي الراجل الجربوع اللي انت جايبهولي ده اللي عنده كاسات دبل، انت فاهمه؟ يو اندرستاند ذس يا مامي. يا حبيبتي ده هو اساسا مستقبله واحد، ده ممكن كمان هيعمل ويكبر المشروع ويبيع ولاعات. ولاعات؟ اي سيد نو نو. اوكي يا مامي، لعلمك بقى انا لو ما اتجوزتش عادل هموت نفسي راميا بالرصاص في ميدان عام. ما تقولها حاجة يا عبد الستار. والله أنا محتار. يا حبيبتي من فضلك أنت لازم تمسكي نفسك أرجوكي، كل الناس مرت بالحب الأول ده ما عدا أنا اللي دبست مع أبوكي طول السنين دي. وبعدين عايزة أقول لك حاجة، لو أنت اتجوزتي شحاتة هتفضلي طول عمرك شحاتة، أنت فاهمة ولا مش فاهمة؟ وبعدين عايزة أقول لك حاجة، من هنا ورايح مفيش أي خروج غير بإذن. أفهم من كده إن أنا في حظر تجول على مشاعري؟ وإني محطوطة تحت المايكروسكوب؟ أوكي. بس انا عايزه اقول لكم حاجه، انتوا ممكن تتحكموا في جسدي لكن روحي نيفر. ما تقول حاجه يا عبد الستار. والله انا محتار. يا ماما مش معنى ان انا مشيت معاها لمده 6 سنين ان هي اخلاقها وحشه يعني يا ماما. يا نهار ابيض، ماشي معاها 6 سنين وعايز تبقى اخلاقها كويسه، اما لو اخلاقها وحشه تبقى ايه؟ ماشي معاها 60 سنه. انت مالك انت يا سناء، انت مالك؟ انا بتكلم مع ماما. وبعدين يا ماما لعلمك دي طيبه جدا، انا بحبها عشان طيبه قلبها. عارفه دي عبيطه قوي يا ماما. ده انت اللي عبيط قوي وخايب قوي، ده كون الستات انت ما تفهمش فيه. يا خايب يا خايب يا خايب. مالكيش دعوه. وبعدين بصوا بقى يا جماعه، انا خلاص قررت ان انا اروح اخطبها يوم الاثنين اللي جاي ان شاء الله. لو انتم مقتنعين اهلا وسهلا تعالوا معايا، لو مش مقتنعين انا هروح لوحدي بقى. ماما كده برضو يا عادل عايز تتجوز جوازه انا مش راضي عنها؟ يا ماما مش راضيه ليه؟ طب شوفيها الاول. طب يا ماما اف. والله انا محتار. ايه ده الريحة المكمكمة دي؟ ماما ماما ماما، ريحة بخور هندي يا ماما. بخور ايه ده؟ زفت، ريحة زفت. شش بعدين. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. امال فين العروسة؟ عروسة؟ عروسة ليه؟ مش لما اعرف الاول المستوى بتاعكو وانتوا مين وجايين منين، واذا كان المستوى بتاعكو زي المستوى الرفيع بتاعنا ولا لا؟ انا مش شايفة اي مستوى، ايه الالوان دي وايه الفش ده وايه الكليم اللي في الارض ده؟ ايه ده؟ ما تقوليش الكلام ده خالص من فضلك، علشان انت ما تعرفيش انا المستوى بتاعي في العفشات بتاعتي مستوى رفيع جدا زي ما تقولي السهل الممتع. ها ولا ايه يا عبد الستار؟
والله أنا محتار. واضح إن الأستاذ عبد الستار على طول محتار. أنا بقى لازم تفهم إن بنتي لازم تعيش في مستوى رفيع جدا كده زي ما عايشة هنا مع ماما وبابا. يعني مثلا لازم تروح النادي كل يوم علشان تاخد بنسولاي عشان التان بتاعها، الباديكور المانيكور لازم يقولها هنا في البيت ما تروحش هناك خالص، لازم يكون في شوفور، لازم يكون في سنترال هيتينج، لازم يعني كل الكماليات دي. بصي حضرتك بالنسبة للكوافير والباديكور والمانيكير وكده دي كلها حاجات مقدور عليها يعني. ده في بقى لسه الاساسيات، يعني زي ما انت شايف اننا قاعدين هنا في بيت 250 متر، في 2 سال دو بان، في كل الكماليات اللي انت ممكن تتخيلها، وبنتي مش هتعيش اقل من هذا المستوى. ايه بس حضرتك يعني واضح ان البيت عاجبك لانه بيتك طبعا، بس انا مش هقدر اعيش معاك، انا بفكر استقل انا ورانيا لوحدينا في بيت يعني لوحدينا يعني. يا ديسا ومين قالك ان احنا بنعزمك؟ حبيبي انت لازم تعرف ان انا عندي الخصوصيات بتاعتي انا. ها طبعا طبعا. ايه طلباتكم بقى؟ طلباتي ان بنتي لازم تعيش في شقة 300 متر، لازم يكون فيها 3 سال دو بان، لازم يكون فيها كيتشن كبير، يكون فيه سفرجي، يكون فيه طباخ، يكون في كاميريرا، يكون في ناس بتاعه المساج، الباديكوريست مانيكوريست فندها هنا في البيت، ده غير الستاير والبيبلوهات وكل التمثيلات اللي موجوده هنا تكون من انتيك. ها ارجوك حيلك حيلك على ايه ده كله؟ قالت لك 3 سال دو بان. ما كناش غلطنا وجايين نخطب الكونتيسة عزيزة. ايه يا سناء يا سناء، انا رانيا عندي احسن من 100 كونتيسة. طب قع يا اخويا قع 3 سال دو بان. حضرتك انا ما فيش مشاكل ان شاء الله هستلف، يعني قصدي هتصرف يعني ان شاء الله حتى ابيع كاسة الضبي الاحمر بتاعي. هديت الواد اتبطيتي؟ ادي نو بطة دي. بقول لك ايه، انا كل ده انا لسه مش وافقانانا، انت لازم نشوف اذا كنت هتقدر تجيب الحاجات دي ولا لا. طب يا اختي ما نشوف العروسة الاول نشوفها اذا كانت تستاهل ولا لا. لا جيم اكسكيوز معلش، اصل انا بنتي لسه جاي من ماتش تنس دلوقتي وتري فاتيجي فطلعت تعمل ان سيستا. ايه رايك انت يا استاذ عبد الستار؟ والله انا محتار. ونسوار ازيك؟ دوسمون شيري دوسمون فيان فيان. دي وقع خالص يا ماما، دي وقع من 7 دور عادي شكله لبس في الحيط. انا شخصيا ما اقدرش اعاشرها يومين على بعض. وانت ايه اللي زنقك عليها يا ماما؟ ايه اللي خليك تعشي واحده عره زي دي؟ انت عندك بيتك. الحمد لله ابوك مستتني. واضح يعني الحمد لله ان في تفاهم بين العيلتين، فيعني اقول مبروك مبدئيا ليا ومبروك ليكي طبعا يا رانيا ومبروك لينا جميعا. وحد بقى سمعنا زغروت اخواننا وعقبالك كده هو يا نجلاء. اي فتاة ساذجة مراهقة تافهة هتلبس الفستان الابيض. يا سلام، ما انا كمان فرحت زي اي شاب ساذج هيلبس الفستان البدلة السوداء. يا ابني انت اصلا كان لازم مش تفرح، ده انت تطير من الفرحة. يا ابني اصلا انا عروسة لقطة. يا طب ما انا برضو لقطة، انا القط منك لعلمك بقى. بقولك يا عادل من الاخر يا حبيبي، انا جوزتك علشان انت صعبت عليا. صعبت عليكي؟ ماشي ماشي، لعلمك انا الاول صعبت عليك لكن بعد ما اتجوزتك بقيت بصعب على مصر كلها. عادل عادل خلصني يا عادل من الاخر، هتجيب الفستان بتاع عرس بلاد العجائب لبنتك ياسمين ولا لا؟ بصي يا رانيا، انا لو جبت الفستان بتاع ياسمين مش هيبقى معايا فلوس اجيب لك فستان سهره شفته يجنن. عادل يا حبيبي يا قلبي، يا سيدي يا ناس مال عليك، يا ناس مال عليك، هتجيبيني فستان يا حلوة يا قمرة. لا مش هينفع بقى، أهم حاجة أجيب الفستان بتاع ياسمين. فستان ياسمين أنهي؟ اللي هو بتاع الحفلة التنكرية. يا عم تولع الحفلة التنكرية مش مهم يا عادل، بنتي المهم أنت منين هتجيب الفلوس اللي هتشتري لي بيها فستان السهرة؟ أنا بفكر صراحة يعني أبيع كاسة الأحمر الدبل، فاكرة ولا فكرك؟
ايه يا عم في ايه؟ عمال بتحدف عليا ورق ليه؟ في ايه؟ لا مؤاخذه يا استاذ، ما خدتش بالي. ما خدتش بالك ايه؟ اول مره ما خدتش بالك، تاني مره كمان ما خدتش بالك يعني؟ يا سيدي انا اسف. هعمل ايه باسف بتاعت حضرتك؟ ايه اتفضل. بص حضرتك مزبل الدنيا ازاي، وبعدين مكان زي كده محترم ما ينفعش نرمي على الارض كده يعني. يا سيدي حقك عليا. اعمل ايه بحقك عليا؟ طب اعمل لك بهوات. حصل خير يا بهوات؟ ايه ده مش ممكن، الاستاذ عادل مراكبي شخصيا؟ مراكبي وكمان مراكب؟ اكيد حضرتك بقى راكب المركب بتاعك صف تاني. مش مراكبي، مش بيشتغل مراكبي، ده اسمه كده. ده الاستاذ عادل مراكبي اشهر شاعر في البلد، بيكتب اغاني. عايز حاجه يا استاذ؟ شكرا مع السلامه. اغاني وشاعر حضرتك؟ اهلا وسهلا، اهلا وسهلا. يتزبل المكان مش اشكال، تسمح لي اقعد؟ اتفضل. حضرتك انا شاعر برضو، انا الاستاذ عادل سعيد الشاعر. حضرتك يعني شاعر جامد جدا وبقعد هنا على طول يعني. شاعر بيه؟ انا ما سمعتش عنك قبل كده. لا حضرتك انا اصلي يعني عارف زي ما تقول كده، انا متواضع يعني، ما بحبش الشهره والدوشه، وانت عارف طبعا الناس المشهورين اللي زينا تلاقي على طول الفضائيات هجم عليهم هم والصحفيين وكده، انت عارف طبعا. هتقول لي ما هو ده اللي بوظ لي اعصابي وخلاني اقفش مع شركه الانتاج. تقفش؟ الله على الجمله، الله على الجمله. حضرتك ليه حارمنا من الكلمات الجميله اللي زي تقفش دي؟ انا بس لو لاقي حل مع شركات الانتاج، مشكلتي ان انا قلت لهم ان انا مش هتعامل معاهم بعد كده. حضرتك طب محلوله يعني، لو المشكله مع شركات الانتاج، ايه رايك تشوف اي حد تاني يتعامل معاهم غيرك؟ والله فكره، ازاي ما خطرتش على بالي. بس فين الاقي الشخص اللي ممكن اتمنه على اسراري وممكن يوافق على الظهور بدالي؟ حضرتك يعني انا واضح ان عندك مشكلة، انا ممكن اساعدك. تعرف حد يقوم بالمهمة دي؟ حضرتك انا اقوم بيها. هايل، شخص ذكي وعنده خلفية شعرية تسمح له ان يتكلم مع اي حد في تفاصيل الشغل. يبقى نتفق دلوقتي. حضرتك انا مش هقدر اتفق الا في وجود المحامي بتاعي. يا ابني ركز بقى، ركز بقى، الشاعر زمانه جاي وانت ما حفظتش الكلمتين. ركز ركز يا دولا، ما صعب قوي عليا يا دولا، وبعدين يعني ايه اركز اصلا؟ هما كلمتين سهلين، انت دلوقتي عاملينك محامي ماشي؟ هو اول ما يقول العرض بتاعه انت هتقول ايه؟ ما ينفعش طبعا، دي سرقه. ماشي كمحامي يعني. امال يعني ايه؟ ماشي ما ينفعش طبعا، دي سرقه. لا كده كحرامي مش كمحامي. لا محامي لازم تقول بثقه، ما ينفعش طبعا دي سرقه. ما ينفعش طبعا دي سرقه. ايوه. ايه بقى السرقه بقى؟ بص لخامس مرة بقول لك، هو الراجل هيجي يعمل عرض، هيعرض العرض بتاعه وهيقول مثلا هديك كذا فبتاع، فانت اول ما يقول العرض بتاعه تقول ما ينفعش طبعا دي سرقة. سهلة؟ ما ينفعش طبعا دي سرقة، سهلة قوي، ده المحامي ده سهل قوي. اه ايه؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اهلا وسهلا، اهلا وسهلا استاذ مراكبي، اتفضل اتفضل حضرتك. اقدم لك المحامي بتاعي. فين المحامي ده دول؟ انت اصل هو دايما عارف حضرتك يعني، برغم انه محامي بس بيحب الهزار يعني. انا فعلا بحب الهزار كمحامي يعني. اهو شوف. مش عايزين نضيع وقت، خلونا في موضوعنا. ما ينفعش طبعا دي سرقه. ايه اللي سرقه؟ حضرتك زي ما بقول لك يعني، هو بيحب الهزار. يا كده اما يقول العرض بتاعه. انه عرضك مش يعني. ما اخبيش عليك يا استاذ عادل، انا باخد من شركه الانتاج بتاعتي 20,000 جنيه. 20,000 جنيه في السنه حضرتك؟ لا في القصيده الواحده. وهيكون نصيبك يا استاذ عادل 5% منهم. 5% يعني كام دي يا دولا؟ 5% يعني ال 10% يعني 2000 جنيه، ال 5% يعني 1000 جنيه. 1000 جنيه؟ موافقين طبعا موافقين. لا معلش حضرتك، لا مش موافقين ولا حاجه يعني. امال عايز كام يا استاذ عادل؟ حضرتك يعني ما تنساش ان انا صاحب الفكره يعني. عايز كام يعني؟ يعني مش اقل من 50%. لا يا دولا لا، ده كتير قوي يا دولا. ده بيتك انت معايا ولا معايا؟ يلا معاك يا دولا طبعا. انا هدفع لك 10% يا استاذ عادل. 40. 15. 35. 25. موافق. لا دي سرقه. هذه القصيده يا استاذ عادل، انا وصيت واحد حدد لك ميعاد مع المنتج بعد بكره، يناسبك ولا لا؟ بعد بكره؟ لا لازم اراجع مواعيدي. موافق. وذلك الليل الذي يطل برأسه مشرئبا. مشرئبا؟ يعني ايه مشرئبا؟ مش عارف يا ماما، تلاقيها غلطة مطبعية مثلا. عادل على فكرة الكلمة دي في حاجة ماسة للتغيير. لا 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 أنا مش معاكي خالص يا رانيا، وبعدين عادل من فضلك ما تحاولش إنك تغير في الكلمات. يا حمادي بس يعني لو التغيير في حاجة بسيطة زي الكلمة دي يعني ده مش هيضر متهيألي يعني. طب هنحط بدلها إيه عادل دي؟ يعني نحط أي كلمة تانية على الوزن بتاعها.
طب هي تيجي كم كيلو؟ كم كيلو؟ يا ماما أعلم فيك الإمتى، الشعر مش بالكيلو، الشعر بالمتر. عادل لقيتها لقيتها، مكفهرا نفس وزن مشرقبا. مش عارف، لا 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 صعب قوي يا رانيا، مكفهرا دي قصيدة حب، هيقول مكفهرا في قصيدة حب، لا 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 لا. بابا بابا هي مش مشرقبا دي يعني نازل يشرب. اهو كده ليها معنى. تصدقي بجد بقى عندك حق، نازل يشرب؟ والله مش بعيد، استني كده. وذاك الليل الذي يطل برأسه نازل يشرب. الله 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 الله، برافو عليك يا ياسمين، يسلم فمك. طب تفتكر الشاعر بتاعك ده هيوافق على التغيير؟ طبعا هيوافق يا ماما، اللي بعمله ده بعمله لمصلحته أصلا، وإحنا أصلا كعينة صغيرة من المستمعين تقبلنا التغيير وبصدر رحب. أنا بقى أعتقد يا عادل إن الشاعر ده مش هيتعامل معك خالص. لا معلش يا حماتي بقى، ما يقدرش. أصل عادل ابني ماسكه من إيده اللي بتوجعه. لا يا ماما انا مش شرير للدرجات دي يعني، لكن لو ما سمعش كلامي همسكه من ايده اللي بتوجعه. ايوه يا بيبي، بس برضو الراجل ليه اسمه. لو كان خايف على اسمه ما كانش يعني يتخانق مع شركه الانتاج اللي بتنتج له. انت معاك حق يا عادل. عادي لابني دماغه توزن بلد. ما انا مش فاهمه يا بابا، يعني حضرتك هتعمل ايه؟ يا عيني انت صغيره مش فاهمه. تعالي يا ياسمين تعالي، انت طبعا الكلام ده اكبر من مستواكي، انا احاول ابسطه لك. بصي يا حبيبتي، انا بالنسبه للشعر ده هخرجه من القوقعه اللي هو متقوقع بداخلها. ها فهمتوا؟ نمتوا. اللي بتقوله ده كلام فارغ يا ريس مراكبي، انا بلفت نظرك لاخطائك الشنيعه. انت تعرف ايه عن الشعر اصلا؟ اعرف ايه يا نهار اسود؟ انا اعرف ايه عن الشعر يا استاذ؟ عارف حضرتك لونا بس ان انا اتشغلت باكل العيش، كان زمان دلوقتي كتفي موازي لكتفك ويمكن كمان اطول من كتفك، لان انا طولي 182 سنتي ونص. ماشي يا عم الفنان، وانا بقول لك متشكر قوي، مش عايز حد يغير في شعري. هي عافيه شعر ايه اللي انت متمسك بيه؟ انا مش فاهم يعني، انت ساب اللغه العربيه كلها وماسك في مشرقبا دي؟ انا حر يا اخي، انت هتعلمني؟ فوق لنفسك. لا بقى انت اللي تفوق لنفسك، لا اما الكلمه دي تتغير لا اما هقعد مع المنتج بتاعك احكي له على كل حاجه. اعتبر ده تهديد؟ ايوه اعتبره تهديد، انا بهددك، انا بلطجي يا سيدي، انا بلطجي. هدد في اللي يخصك، انت مجرد وسيط، سمسار بيني وبين الناس اللي انا مختلف معاهم. سمسار؟ انا سمسار؟ انا الحق عليا ان انا كنت عايز ارتقي بمستواك الادبي. اللي بتعمله ده ملوش علاقه بالادب. قصدك ايه؟ قصدك ان انا قليل ادب؟ حلوة قوي كده، العلاقه اللي بيني وبينك يا استاذ انتهت، وبقى اشوف حد غيري يشتغل لك سمسار. استنى يا استاذ عادل، هدي نفسك عشان نعرف نتكلم. يا استاذ عادل، يا استاذ عادل انا ببيتك. يا بابا خلاص بقى، خلاص بقى يا عادل المسامح كريم، اصفح عنه يا بيبي. يا جماعه انتوا مش عارفين هو عمل فيا ايه، اصلكم يعني ده ايه؟ بهدلني بهدلني. معلش بقى يا عادل، مهما كان عمل من عملات لازم تسامحه عشان هو في بيتك. ماشي خلاص المسامح كريم. طب ومش رقبا يا بابا؟ بصوا يا جماعه، انا دايما بشبه القصيده اللي بكتبها بالطفل اللي بيتولد. على كده حضرتك بتكتب القصيده في مستشفى بقى؟ بكتبها في اي مكان، المهم تتولد، وبعد الظروف الاخرانيه دي الولادة ما بقتش طبيعية. انت معاك حق، دلوقتي السيزيريان انتشر في كل حتة، عشان كده طلبت خدمات الأستاذ عادل. ده حضرتك يعني على اعتبار ان انا دكتور نسا يعني؟ اخطر، دورك اخطر، لانك بتشهد اللحظة التاريخية لميلاد الطفل اللي بيطلع فيها للنور. طب افرض النور قطع حضرتك؟ برضو بيطلع للنور. قلت ايه؟ طب والتعديلات اللي انا عايز اعدلها؟ تعمل اللي تعمله. روح افتح الباب يا ياسمين. دولا حبيبي. ياسمين يا حبيبتي، خدي جبتلك لبانه، خدي. يا جماعه النهارده السوق زحمه موت، فجيت بقى اشتري زيت لقيته غالي، جيت اشتري رز لقيته غالي، والمكرونه غاليه، فقلت بقى اجيب لكم بطاطس وبصل، وما رضيتش اخليه يوزن لي طماطم خالص. ليه بقى يا رمزي يا فالح؟ اصل انا سمعت انهم بيقول عليها مجنونه. مش ده المحامي يا استاذ عادل؟ محامي؟ محامي ايه؟ المحامي اللي حضر اتفاقنا، المدام بتقول له يا رمزي يا فالح. ما ده اساسا يعني هو ساب المحاماه بعد البنزين والسولر ما غليوا، عشان كل حاجه غليت طبعا حضرتك، وشغال دلوقتي ديليفري، حاجه تزود دخله يعني. انا فكرت عشان اقعد جنبكم واسمعك هتقول ايه للمنتج. معقوله يعني يا استاذ مراكبي لغايه دلوقتي مش واثق فيا وفي كلامي يعني؟ الاحتياط واجب، استعد اهو جاي اهو. طب استخبى استخبى.
اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا بيك الاستاذ عادل سعيد. ايوه يا فندم استاذ سعداني اتفضل. اهلا بيك يا حبيبي. كل اللي كلموني عنك شكروا لي في شعرك وفنك. ربنا يخليك. والله دي يعني عارف حضرتك شويه اجتهادات كده اهو، لاني انا موهوب وهم قعدوا يزنوا عليا عشان انشر الحاجات بتاعتي. يعني افهم من كده انك مش محترف؟ لا حاسب. حاسب ايه ده؟ ايه مش محترف؟ لا طبعا محترف، ومحترف جامد جدا. بص حضرتك اتفضل، انا هوريك بس حاجه كده يعني بالصدفه معايا، يعني مش قاصد ان انا اجيبها لك ولا حاجه. اتفضل. يطل براسه نازل يشرب، يهم بجسده طالع يطرب. يا سلام. وبتكتب شعر فصحى كمان؟ ده ايه ده؟ ايه الجمال ده؟ زمن الجميل هو دوت، مفيش حد بيكتب بالطريقة الجميلة دي دلوقتي. وحضرتك حتى لو لقيت حد بيكتب بالطريقة دي هتلاقيهم كلهم تلامذتي يعني. أيوة بس أنا ملاحظ إن أسلوبك قريب من أسلوب واحد أنا عارفه. إيه؟ لا ده أكيد يعني تشابه قصايد يخلق من القصايد 40. ما علينا. هتاخد كام بقى في القصيدة دي؟ لا شوف حضرتك بقى هتدفع لي كام. والله عشان انا هغامر معاك لانك لسه مبتدئ، انا هديك في القصيده دي 2000 جنيه. ايه 2000 جنيه؟ ايه الكلام الفارغ ده؟ لا حضرتك انا ما عنديش قصائد للبيع واتكل على الله. الله الله بس اهدى يا استاذ، اهدى اهدى، هات القصيده. اصل بصراحه فيها ثغره كبيره قوي. بص شايف حضرتك بتقول يطل براسه نازل يشربه، نازل يشربه. عارف حضرتك دي كانت الاول كنت كاتبها يعني مش رائبا، بس قلت يعني عشان امشي مع العصر خليها تبقى سهله على الناس، نازل يشرب عادي يعني. اشوف لو اني انا ما فهمش في الشعر كويس، لكن ملاحظ ان يشرب افضل من نازل يشربه. المهم انت ادرى بالحكايه دي. فعلا على راي حضرتك ادي العيش لخبازه يعني. ولو ياكل نصه. وانا يا سيدي مش هاكل عليك حاجه، وحديك في القصيدة دي 20,000 جنيه. 20,000 جنيه ده حاجة كويسة، بس ده مبدئيا، بعد كده بقى القصايد يعني تغلى بقى كل مرة يعني. أدي يا سيدي شيك ب20,000 جنيه. أهم حاجة يكون لي رصيد حضرتك. اهلا، ازيك يا مراكبي؟ استاذ مراكبي. مراكبي حاف كده؟ يا عم مش وقت القاب دلوقتي، اسمعني وركز. هو انت طلباتك ما بتخلصش يا اخي؟ المهم يعني المنتج بتاعك يا استاذ، المنتج بتاعك بيقول لي في واحد ملحن ولا مطرب عايز تعديلات على اللي انت كاتبه. وايه المشكله؟ المشكله حضرتك ان التعديلات دي لو انا بعملها على كلام واشعار انا كاتبها مفيش مشكله، لكن الكلام الملعبك اللي انت كاتبه ده هعدله ازاي؟ ملعبك؟ وايه هي بقى التعديلات دي؟ انا عارف، بيقول هيجيب معاه الملحن عندي في البيت عشان يشوف التعديلات اللي هو عايزها وعدلها له. يعني كلام ملعبك ملعبك. مفيش حل غير ان اكون حاضر معاكم. ايوه طبعا لازم تبقى حاضر، انت الوحيد اللي تعرف تعدل. وده طبعا مستحيل لان مش المفروض اظهر في الصوره. يعني المفروض تيجي ومفروض ما تجيش. طب اعمل ايه بقى في الحكايه دي؟ بس انا هتصرف. الاول احب اعرفكم ببعض، الاستاذ عادل سعيد الشاعر الكبير، الأستاذ إسلام خليل أول عازف أورج في البلد كلها. أما سمع وقرى الكلام بتاعك الحلو ده حب يتعرف عليك بنفسه. أهلا وسهلا. أهلا بيك. وقلت فرصة بالمرة، عايزين نغير كام كلمة كده في القصيدة، عايزين نتظبطوا يا ريت يعني. لا عناية ليك. ايه ده معرفتناش بالاستاذ؟ الاستاذ رمزي المحامي واللبيس بتاعي. ايه لبيس؟ انا عارف ان شغلانة الشعر بتاعتكم دي ما فيهاش لبيس. لا ده كان زمان يا استاذ، دلوقتي الشعراء بيحتاجوا حاجات كتير ما كانتش موجودة. جميل جميل، خلاص نخلينا بقى في القصيدة. بالنسبة للبيت اللي بيقول رأيت الشوق طريقي، تقيلة شوية في اللحن. رأيت الشوق طريقي. نخليها رأيت الحلم حقيقي، سمعتني يا رمزي؟ سمعك سمعك. نخليها رأيت السلم الموسيقي. حلو حلو، السلم الموسيقي جميل. أيوة
السلم الموسيقي يرقصك يا صديقي، السلم الموسيقي يرقصك يا صديقي، السلم الموسيقي يرقصك يا صديقي. شوف السهلة ايه جميل. والله حاجة جميلة يا استاذ. طب في ليك ملحوظات تانية؟ هو في اربع بيوت تعبني، احنا نمسكهم بيت بيت. ماشي. في هنا بيت بيقول تقف امام الريح تحارب الطواحين، يعني قلقني ده. تحارب الطواحين نخليها تكسر القوانين. ان شاء الله نخليها تغسل المواعين. ايه ايه تغسل المواعين دي؟ ده حتى مكلفه صابون غسيل وليه في شغلانه. لا تغسل مواعين ايه؟ مش معقوله يكون في شعر في تغسل قوملي. قالت قبل كده متقالت. تعال انت اقعد هنا. افهم بقى غيرتوا اماكنكم ليه؟ الوحي بيجي من المكان ده، ما بيجيش هنا قوي يعني حضرتك. نفكر. حضرتك بتقول اللي هي تكسر الطواحين. انا قلت نخليها تكسر القوانين. تكسر القوانين. نخليها حضرتك نفخ البلالين. نفخ البلالين. حلو نفخ البلالين. حلوه حلو. يتعب المصارين ويضيع الرفيع ويخسس التخين. نفخ البلالين. يتعب المصارين ويضيع الرفيع ويخسس التخين. الله. نفخ البلالين. يتعب المصارين ويضيع الرفيع ويخسس التخين. الله أستاذ إسلام. البلالين. ازيك يا مراكب؟ عامل ايه؟ بقول لك ايه، احنا الاتفاق اللي بينا لازم يتغير، لان انا كنت فاكر الحكايه سلم واستلم، يعني طلع بقى ان انا لازم اقابل مطربين ولازم اغير الكلمه دي واحط الكلمه دي، يعني مش معقوله مش الدرجه دي. انت ايه ما بتردش عليا ليه؟ عايزنا نرد اقول ايه؟ قول لي يعني هعمل ايه؟ احنا الاتفاق بجد بقى صعب دلوقتي، انا تعبت جدا، تعبت يعني. ماشي يا عم، ربنا معاك. بص هو وضع طبيعي بالنسبه للناس اللي زيي يعني. الناس اللي زيك؟ ايوه. ايه للناس اللي زيي وبتقولها بسخريه؟ طبعا الناس اللي زيي كشاعر يعني وضع طبيعي ان انا اقابل ملحنين واقابل مطربين واقعد اظبط كلمات وكده، بس مش الدرجه دي. تعبت. عايز تفهمني انك شاعر وبتعرف تالف وتصلح كمان؟ انت ما سمعتش على اسمي ولا ايه؟ انا اسمي مالي السوق، مغرق السوق. يا راجل ده احنا دافرين مساوي. يا مراكبي لهجتك مالها النهارده متغيره كده؟ لا مفيش، انا بس كنت بفكر اغير الاتفاق اللي بيننا. تغير الاتفاق؟ طب بص. يعني انا النهارده بجد كنت ناوي يعني ان انا ازود العموله بتاعتي، بدل ما هتبقى 25 هتبقى زياده، انا اخليها زي ما هي يا سيدي. ما تردش ليه؟ طيب بص، هخلي بدل 25% اخليها 20%، ايه رايك؟ ما بتردش برضه. طيب يعني انا مش عارف اعمل لك ايه. ال 20% دي يعني اكتر حاجه اقدر انزل بيها، انت عايزني انزل عن كده ولا ايه؟ بص حضرتك، مراعاه لظروفك يعني يا سيدي، ولو انت متضايق من ان انا كل شويه كنت بغير في الكلام بتاعك واقعد اشيل حاجات زي مش رائبا واغيرها، عشان ايه؟ هي بس عشان هي حاجات ركيكه ملهاش اي معنى، يعني بحاول اصلح لك قصايدك، لكن ما دام مش عايز هسيب لك قصايدك زي ما هي يا سيدي. بقول لك ايه، انت تنسى موضوع التعامل معايا خالص. طب حضرتك مراعاة لظروفك يعني انا العمولة بتاعتي اللي هاخدها 10%، ايه رأيك؟ ولا ايه؟ طب بص، فاكرة ما قلت لي في البازار لما جيت لي يعني لغاية عندي وقلت لي ايه رأيك في 5% وانا كنت رافض؟ بص المفاجأة اللي جاية، هاخد 5%. انت ايه ما بتردش ليه؟ ده كفايه قوي يا استاذ مراكبي ان حضرتك يعني بحط اسمي على الكلام بتاعك الركيك ده. قصدك كلامي اللي عمل لك اسم في السوق؟ وبعدين لو الموضوع مضايقك قوي كده بلاش منه خالص. لا بلاش منه ايه يا راجل، انت دايما تحب الهزار كده يا استاذ مراكبي، يا شاعر يا فنان يا كبير. هات الاغنيه، هات الاغنيه عشان اصلح اخطائها الاملائيه. هات. مفيش اغنيه. ايه انت اعتزلت ولا ايه؟ لا شفت واحد غيرك تعامل معاه مريح وبياخد 100 جنيه بس على الحته. ده مين الاهبل اللي وافق على اتفاق زي ده؟ اسمع بقى دي كمان يا استاذ. قول يا سيدي سمعني. حبك يا حبيبي بوظ لي معدتي ونغص عليا دنيتي وخلاني امشي وانا بقول يا دهوتي يا دهوتي. ايه راي حضرتك؟ مش بطال كبدايه يعني، هنفع يا استاذ؟ يجي منك.
ايه ده ايه اللي ممكن افهم ايه اللي بيحصل هنا بالظبط؟ دول حبيبي الاستاذ كتر الف خيره وقال له انه هيكتشفني. يكتشفك؟ اه الاستاذ اللي بيوعد وما يوفيش مش كده؟ لا يا دولا ده طيب قوي، اداني امبارح 100 جنيه وخلاني اكتب اسمي على الكلام بتاعه. 100 جنيه وخلاك تكتب اسمك؟ اه يعني هو ده الوسيط رمزي اللي ما يعرفش الالف من كوز الذره؟ لو سمحت يا استاذ عادل، انا الاستاذ رمزي وبعدين انا شاعر كبير. استاذ رمزي وشاعر؟ شاعر ب 100 جنيه؟ لا بمجهودي. مجهود ماشي، انا حسابي معاك بعدين اما اخلص حسابي وحسابي الادبي مع الاستاذ مراكبي. السلام عليكم استاذ مراكبي، انا سالت عليك في القهوه اللي هنا قالوا لي انك بتقعد في البازار اللي هنا. الله، ايه ده الاستاذ عادل ده الشعرة كلهم هنا. ايوه احنا كلنا هنا. استاذ مراكبي انا جاي اعتذر لك واقول لك يا ريت ترجع تشتغل معانا، اصل بصراحه وحشنا الشغل معاك. هتوافقوا على شروطي؟ كل اللي انت هتقول عليه هيتنفذ. حس كده يلا بينا. اتفقين على هنا؟ يلا. طب ومستقبلي؟ يا خساره يا خساره يا دوله، ده انا كان بيني وبين المجد خطوه واحده. عايز توصل للمجد يا رمزي؟ اه يا دوله. يا سلام حبيبي يا رمزي، ده انت ابن عم ياض، انا اللي هوصلك للمجد. ايه ده يا دوله؟ ازاي يا دوله؟ تعالى لي. كويس. ما تقلقش يا دوله. اديني كويس اديني كويس. ما تقلقش بقى. يا جماعه انا هتكل على الله واسيبكم، عايزكم تخلي بالكم من نفسيكم كويس جدا. طبعا يعني المشوار ده بالنسبه لي يعتبر مهم قوي، وادعوا لي بس ارجع منه محمل بالتماثيل. يا رب ان شاء الله. يا بيبي يا رب يجعلك في كل خطوه تمثالين وربع. طب يا جماعه عموما الاقصر مش بعيد، انا ممكن اروحها ماشي لولا ان انا مستعجل، بس عايز الحق بسرعه اشوف مثلا كرسي جنب الشباك ولا حاجه. يا دول. طب ما تاخدنا معاك يا بيه اهو نتفسح ونتشمس. يعني تتشمسوا فين وتتفسحوا؟ انتوا كلكم تروحوا الاقصر، انا اجيب لكم الاقصر اسهل يا ماما. بيبي انا مش هعرف اعيش من غيرك، مش هعرف اتنفس في الحياه من غير وجودك جنبي. ربنا يخليكي ليا يا رانيا، ان شاء الله ابعت لك انبوبتين اكسجين تتنفسي بيهم براحتك. وانا يا دوله هات لي انبوبه يعني بس كتر لي الدقه. انبوبه اجيبها لك ان شاء الله وانت في الانعاش. انت هو انت مش هتسيب لي فلوس ولا ايه؟ شوف اللي بتقول ما اعرفش اتنفس من غيره. فلوس؟ انا قلت ناسي. نعم بتقول ايه؟ لا يا ماما ما بقولش حاجه يعني. خدي يا رانيا الفلوس انا مجهزها لك اهي، 400 جنيه دول بقى يفضلوا معاك، وانا عارف ان انتوا مش هتصرفوهم كلهم، بس عايزكم وانا مش موجود تعيشوا عيشه الملوك. ملوك ايه؟ ايه الملوك دي؟ دي 400 جنيه احنا بص كام نفر، على الاقل 4000 جنيه. عادل انا ضد انك تدي فلوس لمراتك عشان تحكم وتتامر علينا ولا ايه؟ تحيز عادل. اه فعلا يعني ممكن يحصل حساسيه بعد ما سافر رانيا. معلش بعد اذنك ماما خلي ال 400 جنيه دول معاك. لا انا عارفه ده تحيز عمومي مادي نويه بالاساس. نويه يبقى هات يا ماما. خلاص بصوا انا هعمل ايه، هفض الاشتباك. اتعلم مني بقى اتعلم. هفض الاشتباك. رانيا هتاخدي 200 جنيه انت ومامتك بقى واختك وبنتك، وانت يا ماما 200 جنيه كمان. ما انت بقى اول سنة وبتاع. يلا بينا انت. السلام عليكم. يلا سافر. السلام عليكم اتكل على الله. السلام عليكم هات يا بنت هاتوا. جنيه للنور وادي 3 جنيه للزباله. ايه يا ماما نور ايه وزباله ايه؟ احنا مالنا ومال الكلام ده؟ احنا مالنا ازاي يا بنتي؟ واحنا مش عايشين هنا ولا ايه؟ هو احنا عايشين هنا لوحدنا ولا ايه؟ ولا احنا مكتوب علينا الشقه وهم مكتوب عليهم الاستعباط؟ وهي يعني لما نحط ده في البيت يا ماما بيت ايه؟ بصي بقول لك ايه، انت حره في فلوسك. طيب. اصرفيها زي ما انت عايزه. اوكي. بس يعني لو هتصرفي فلوسك يا ماما اصرفيها على حد يستاهل. ماما صلي على النبي صلي على النبي عليه الصلاه والسلام. هاتي الفلوس دي وسيبيني بقى انا تكتكلك وخططلك. سيبيلي ايديكي كده يا ماما هتشوفي بنتك سناء هتعيشك ازاي. لا 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 يا سناء عيب، انا يا بنتي كبرت على الحاجات دي. لا 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 ايه يا ماما، وانا بقولك هوديك الملاهي ولا همرجحك في المراجيح؟ بقولك هفسحك فسحة عمرك في حياتك ما شفتيها. طب نفترض البيت كده احتاج حاجة هنعمل ايه؟ مش هما معاهم فلوس؟ يصرفوا هما كمان على البيت او يصرفوا هما على البيت. يس اخيرا هعرف
يعرف يشتري الشال الجديد حلمي عشان ينطق الفستان. شال؟ شال ايه؟ لا يا حبيبتي جامي، الشال ده بعدين، انا بقى حتى عيني على حته جين جزمه هشتريها. ايوه يا مامي، وانت كمان اشتري لي لعب ونتفسح. اوكي يا جماعه، انا عندي استعداد ان انا اضحي بالحلم المهول بتاعي اللي هو الشال علشان سعاده الباقين. هي ماما اشتري لي. طب افرضي بقى يا رانيا اذا صرفنا فلوس دي كلها والبيت احتاج حاجه هنعمل ايه؟ ولا تفرق معانا يا مامي، هو مش عادل سايب فلوس مع حماتي وسناء؟ خليهم يشاركوا في مصروف البيت، ايه يعني؟ صح معاكي حق. طب يلا بقى نخش ننام عشان نصحى بدري وننزل نشتري الحاجات. يس. يا ركلي، انا جالي ليل عظام من كتر المشي. لا لا لا، بس كانت فسحه تتجنن يا رانيا، مش معقول. بس انا ما بطلتش عياط من الفيلم اللي شفناه. يا مامي يا حبيبتي، احنا كنا بنتفرج على فيلم كوميدي مش اكشن. ما انا مش عارفه بقى، الست اللي كانت قاعده جنبي عماله هاتك عياط، اكيد اثرت فيا. اكيد جوزها حبيب قلبها تركها وحيده وسافر. على فكره يا مامي، انا كان نفسي في لعب تاني، انا كان نفسي في كل اللعب اللي كانت في المحل. يا حبيبتي، لما بابي يسافر المره الجايه هنجيب لك كل اللعب اللي في المحل. يا ريت بابي يسافر كتير. مش كنا اتاخرنا شويه يا رانيا مدام عادل مش هنا؟ يا مامي هنتاخر ازاي والفلوس اللي معانا كلها خلصت؟ بس تصدقي بقى، انا مش قادره اصدق ان الفلوس اللي كانت معانا جابت كل الحاجات دي. يا حبيبتي مش انا معاكي، يبقى تطمني على طول. مامي على فكره انا تعبت قوي. يا ماما بسطنا قوي في الخروجه دي. الدنيا كانت زحمه قوي، بس يا سناء واشترينا حاجات حلوه والله. والله شفتوا جبنا ايه؟ بس يا ماما ما تقوليش جبنا ايه، عشان في ناس عينيها وحشه. عينيها وحشه؟ انت اللي عينيكي وحشه. تعالي وريني يا انعام بقى كم شومي. جبنا شويه عبايات كده عشان اقعد بيهم في البيت. وانا جبت جزمه بيضة عشان ما عنديش جزمه بيضة، وهي تنفع برضو. شطب بقى انت، انا عايز اعرف انتوا جبتوا الحاجات دي منين؟ من الموسكي. يا بلدي يا موسكي، ده انت نص لبسك من البالة. انا نص لبسي من البالة؟ حرام عليك يا بنتي، انا كل لبسي سينيه اصلا، انا مضيعه فلوسي عليهم. الله يرحم سينيه وكاله البلح. في المول. يا ما شفتك في المول وانت بتقلبي في البلات بتاعك. سبعه ونص. اتنين ونص. تعالى بص على الله. سبعه ونص. اتنين ونص. بلديون. ماما انا عايزه اروح المول ده، بس مش خصم. ايه ده يا ياسمين؟ هو ولا مره ماما خليتك تور في وكاله البلح، ولا مره وقفتي مع ماما يا بتفتح باله على عربيه خشب بتشتري هدوم؟ لا لا لا، مالكيش حق يا رانيا. لا مقصره في حق تربيه بنتك. اخراسي. انا بقولك الحاجات دي جبتوها بفلوس مين؟ فلوس عادل ابني، ربنا يخلوهولي ويرجع بالسلامه يا رب. يعني انتوا صرفتوا كل الفلوس اللي معاكم؟ اخويا وفلوس اخويا ما نصرفهاش ليه؟ يعني انتوا صرفتوا الفلوس كلها؟ ايوه فلوس اخويا نصرفها كلها، نصرفها نصها احنا حره. انا انت حره، فلوس اخوك اعملي اللي انت عايزاه. دلوقتي احنا هنعمل ايه في المصيبه اللي احنا فيها؟ هتاكلونا طبعا. ماما انا جعانه ومفيش اكل هنا. يا ريت يا ياسمين، الثلاجه فاضيه يا حبيبتي، احنا في اخر الاسبوع وبتبكي على الاطلال. كان لازمته ايه الفشخره والانعاره الكدبه اللي ملهاش لازمه اللي انتوا فيها دي؟ خروج وفسح وشراء. دوري بقى على مين ياكل لك بنتك. مين ياكل لك بنتك؟ اها انتوا طبعا اللي هتاكلونا. منين؟ منين؟ يعني ايه؟ احنا اساسا روحنا عملنا حاجه مفيده وخرجنا من السواد اللي احنا فيه وجبنا شويه لعب لياسمين، الدور الباقي عليكو. الله، وبعدين في الورطه السوداء اللي احنا فيها دي؟ جون سيبا انا ما اعرفش، دي بقى مشكلاتكم انتوا يا حبيبتي. دور الجايه مجيده، اعملي باصلك بقى مره في حياتك، بيع الخاتم اللي في ايدك واصرفي علينا. دي فوتوا، انت جننتي جامي. الخاتم ده انا بيعه، ده انا ابيع الولادات بتاعتي وما بيعش الخاتم ده. ده كل ذكرياتي بتاعتي انا في الخاتم ده. روح افتح. مساء الخير. مساء النور. انا المعلم جرح بتاع التماثيل، وليا حزبه قديمه كده عند الاستاذ عادل وجاي اخدها. هي ناقصاك انت كمان، تعال له كمان 10 ايام هو يحاسبك. مفيش حاجه اسمها 10 ايام يا مدام، انا راجع البلد وعايز الم فلوسي اللي في السوق. ايوه حضرتك، بس احنا هنا مش في السوق، احنا هنا في البيت، ثم اننا قد اعلنا افلاسنا منذ زمن. انا ما باكلش من الكلام ده المؤاخذه. قدامكم اسبوع واحد بس، والا ابلغ البوليس. اسبوع واحد بس، انتوا هتستقردوني في السن اللي انا فيه ده؟ سلام عليكم.
وعليكم السلام وعليكم السلام. أنا عندي الحل، الحل الوحيد اللي قدامنا هو البازار، هو ده هنلاقي فيه فلوس. يا ريت. ما تتعبيش نفسك يا أم مخ ناور، مش هيرد عليكي، ده الغبي هناك. ما حدش بيرد. طبعا افتح الباب. ازيك يا سمينة؟ اهو شرف البيت. تعال يا رمزي تعال. انا جعان قوي يا نونو، خدي سوي لنا الجمل ده بسرعه. ايه ده؟ انت عبيط ده انت ولا ايه؟ انا عايز اعرف انت كنت مزوغ فين ومتسرمح من البازار. انا مش مزوغ، بص بقى يا خالت مراني، انا كنت قاعد في البازار وبعدين جوعت، وانا لما بجوع بحس ان انا مش شبعان كده هون يعني، فما بعرفش انام. هو عادل ما سابلكش فلوس؟ لا ما سابليش يا نونو، هو قال لي لما تجوع ابقى تعالى رمزي كل في البيت براحتك، الحقوني بقى بشندوتش عشان هموت من العطش. يعني انت دلوقتي عايش شندوتش عشان انت هتموت من العطش، وهو قال لك لما تجوع تعالى كل عندنا واحنا اصلا مفلسين؟ طب احنا هنعمل ايه في الورطه اللي احنا فيها دلوقتي؟ مش عارفه مش عارفه هنعمل ايه. انا انا جيت لي فكوره حلوه جدا. انت بقى تعملي باصلك دلوقتي وتبيعي السلسله العره اللي انت لابساها دي. ايه ايه ابيع السلسله ولا ابيع السلسله؟ ده انا اضحي بعين من عينيا ولو انيش ابيع السلسله. ده نسرح بمشط وفلات وابر بوابير ولو انيش ابيع السلسله. بوابير ابر بوابير عشان البابور يولع ويبقى كويس. مشط فلايات فلايات يا اساتذه يا معفنين. ميداليات ميداليات. مشط يا بيه جامد تعلقوا دلايه تعلقوا في العربيه تحطوا في جيبك جامد وصغير ولطيف. تشتري مشط يا بيه؟ والله صاحب النظر يميز، ولا انت ما عندكيش نظر؟ طب وليه الغلط ده يا بيه؟ ما احنا ولاد ناس زيكم، دول الحاجه هي اللي خرجتنا. اشتري مشط اشتري فلايات. مش دي قبل سناء يالا؟ سناء مين يا عم انت؟ دي واحده هبله. القبلة يالا اللي في مدرستنا يا فيها شبه منها، بس ايه اللي هيخليها تعمل كده؟ تلاقيهم ما قبضوهاش في المدرسة. يا حوستي مش دول العيال بتوع تانية خامس؟ الواد ده انا عارفاه من تانية اول، بس ايه اللي جابهم هنا في القهوة؟ والله العظيم اللي عامل لهم استدعاء ولي امر. بس الحمد لله الحمد لله ما عرفونيش ما عرفونيش. يا سناء سناء الهي ربنا يفضحك يا بعيد فضيحة المطهر. يا أبلة سناء أنا هموت من الجوع. خلاص كده عرفوني خلاص عرفوني. يا أبلة سناء يا أبلة سناء يا أبلة سناء أبلة سناء. الهي تتخرس يا بعيد وتتقطع الأحبال الصوتية حبل حبل. ليه بس يا أبلة سناء بس؟ ما طول عمرك بتقول لي يا نقنق، حبك دلوقتي سناء؟ خلاص يا حبيبة قلبي، بصي يا أستاذة سناء أنت تروح المدرسة وأنا اللي هشحت مكانك. يعني ماشي. لو ما عرفوش سناء يعرفوا المدرسة ويعرفوا إيه يا أبلة؟ ماشي. أنت أنت هو ده الشغل اللي انتوا منهمكين فيه طول النهار؟ ده مفيش زبون اساسا دخل البازار من ساعه ما دخلت، ده البازار بينش. امال عادل طول النهار مشغول في ايه؟ ما يا رانيا مش ده زيزون بتاعنا. زيزون زيزون بس انت يا شوال اسكت خالص اخرس مش عايز اسمع صوتك. فرجها يا رب فرجها والنبي يا رب يا رب هنشحت فرجها يا رب النبي. زبون 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 زبون. Welcome. Hi. How are you? Fine. Good morning. Je t'adore. Je t'aime. Les oiseaux. Les oiseaux. Is this? This. Oh, no. Is this Demirdash Hospital? Hospital. What? مستشفى الدمرداش. لا دي مش مستشفى الدمرداش. والله تشبهها. والنبي ايه؟ تطلع بره يا ابن الذين. ما طلعش زبون يا رانيا؟ طلع مريض يا رمزي. يا رب انا قلبي شامم ان في زبون. يا رب النبي حبيبك يا رب هنشحت هنموت من الجوع يا رب. زبون زبون مشي. ما لقيتوش الرقصه في الغيط؟ يا رب والنبي زبون واحد يا رب واحد بس يا رب حتى ربع زبون مخروم يا رب. مساء الخير. مساء النور. مساء الفل. اهلا بحضرتك اهلا وسهلا اتفضل. معلش انا اسف الظاهر انا دخلت محل غير المحل. لا ده هو دخلت المحل المظبوط صدقني ما هو نفس اللي انت عايز تخشه صدقني. لا لا انا متاكد ان مش ده المحل. هو المحل ده حضرتك حضرتك متلخبط وقلقان تعالى انا هريح
اتفضل اؤمر اؤمر. انتوا بتبيعوا ايه طيب؟ احنا حضرتك بنبيع يعني مسلات، اهرامات، ورق بردي، اللي تحلم بيه اللي تحلم بيه. طب انا هعمل ايه ده يعني؟ لا ممكن، بص حضرتك ممكن نبيع لك تمثال بخمسة جنيه، ايه رايك؟ لا 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 يا رمزي، لا 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 يا رمزي، لا لا ازاي حضرتك؟ اقول لك على حاجه، احنا هنبيع لحضرتك التمثالين بخمسة جنيه. لا يا رانيا لا، انا بص الزبون ده وحبيته من قلبي، بص احنا هنبيع له خمس تماثيل، وايه رايك تاجر البازار كله ب2 جنيه في الشهر؟ لا 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 يا لا لا، هقول لحضرتك حاجه، ده احنا ما بنعملش كده غير مع الزباين اللي بتخش قلبنا. احنا حضرتك ممكن ايه كل حاجه تاخدها كده ونديك وتدينا 2 جنيه ونص. لا يا رانيا لا يا رانيا، مش عايزين فلوس يا رانيا، انا حبيت الراجل ده مش عايزين فلوس منه. بص انا هدي لك اكبر تمثال هنا في البازار كله وتدينا السندوتش ده. وانا اصلا انا شبعت. والنبي الله يكرمك اتفضل حضرتك اهو، احنا ما بناكلش عرق حد، اتفضل اكبر تمثال عندنا. شكرا مع السلامه. ده صندوق بالجبنه. ايوه يا روني خد السكوت. لا 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 بس انا ايه، انا هتصور معاه الاول. صح يا روني صح، هات الموبايل بتاعك. خد يا حرامي الموبايلات، يا حرامي الموبايلات، هات 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 حته. عبيت انت اتجننت في مخك، مش شايفني حمود حفطس؟ التكييف وحش خالص. حاضر حاضر يا خالتي مران، اهو اهو في زبون. مين صاحب المخروب ده؟ اهي حضرتك اهي. طب يلا يا حرمه امسحي لي الدزمه دي، ورانا مشاوير عايزين نقضيها. ايه ده شيل رجلك، انت مش شايف اللي بيقول هنا هيلب يور سيلف يو ستوبيد؟ ده ايه الكلام الملعبك ده؟ مش معقول هوي هوي، مش قادر مش قادر استحمل الغباء. ايه ما بتعرفش تعرف يعني ايه هيلب يور سيلف؟ يعني انت تمسك الفرشه دي ياي الشيء اللي انت لابسه ده يا ماما وريحته وحش. هرجع. هترجعي ايه بس يا خالتي مراني؟ هو في حاجه في معدتك عشان ترجع؟ اوي مساحه دزم دي ولا من النايل تتيه؟ ايه نايل تتيه والجهل اللي انت بتقوله ده؟ مش معقول، هو وريحه مش طبيعيه كمان، مش قادر تمسك نفسك. بقول لك ايه، ايه اللي متعلق ده؟ انت دوست على كل الصرصورات اللي موجوده في مصر كلها، ايه الزباله اللي هرجع موت. هي في الحقيقه بعافيه شوي، اصل انا لسه جاي من الزريبه دلوقتي. زريبه عشان كده ريحه. بص بقول لك ايه، جو اوت جو جو، احنا قفلنا خلاص، انا مش بنعمل حاجات. امشي افتي. ايه العالم دي، ارزقيه دول ولا فنديه؟ بص بقول لك ايه، انت راجل، انت روح اعمل حاجه في نفسك، الريحه بتاعتك مش معقول، وبعدين انت كده بتعمل تلوث في البيئه بتاعت مصر كلها. لا يا استاذ، يا انسه، يا استاذ. في امرة عم؟ لا لا لا، ما ينفعش الشغل بالطريقه دي، دول 10 ناس ييجوا يشربوا الشاي وما يدفعوش ولا مليم وياخدوا الكوبايات معاهم، ده ما فيش الا كوبايه واحده. كوبايه واحده يا خبر ابيض. طب انا اعمل ايه دلوقتي يا مرات عمي؟ ده انا منقيلك يا مرات عمي احسن غرزه عشان تفرشي جنبيها. انا بقول لك ايه، اللي هيجي يشرب الشاي تقف جنبه لغايه ما تحاسب. يعني اقف جنبه واعمل له ايه؟ اكتفه يعني يا مرات عمي بقى. اسكت، في زبون جاي اهو. ماشي كويس ان واحد عشان كوبايه واحده. مساء الخير يا مودة. اهلا، مساء النور، اتفضل. هاتي لي 2 شاي انا والراجل اللي معايا ده. الراجل مين يا حضرتك؟ انت لوحدك يعني؟ هو تاه منك ولا ايه؟ ايه ده كان لسه معايا دلوقتي. صحيح انا لسه رميه في النيل من نص ساعه. رميه في النيل؟ طب ليه الهزار بقى التيل ده؟ افرض بقى قلبت بجد وهدوم اتبلت مثلا، اعمل له ايه؟ ما هو ابن طماع، الناس هتاكل بعضيها. تخيل ياكل عليا نص جنيه بحاله. لا لا لا، يستاهل قطم رقبته. الله ينور عليك يا ست العقلين. يلا هاتيلي بقى كوبايه الشاي، عايز اعمل دماغ واظبط الطاسه. حاضر حاضر، من عينيا نص دقيقه بالظبط ويكون عندك الشاي. لسه عايز يعدل الطاسه؟ بقول لك يا مرات عم، احنا هنحاسبه ازاي الراجل ده؟ اذا كان رمى صاحبه في النيل هيعمل معانا احنا ايه؟ صح. كبسه معلمه، كبسه. يا نهار اسود، كبسه يا نهار اسود. طب انت بتجري ليه؟ هعمل لك الشاي. انت صاحب النصبه دي يالا؟ لا حضرتك، انا كنت جاي اتفرج بس والله. امال مين صاحبها يا؟ مين؟ ايوه اللي هناك ده، وان حضرتك. انه ده اللي هناك ده، وان حضرتك اللي رمى صاحبه في النيل. هاتوا الواد ده قبض عليه. انت ايه ده؟ انا ما عملتش حاجه، طب اشرب الشاي. طيب يا
فضحتك في المدرسة يا سناء، يا خسرتك في التشرد يا سناء، أهلك بيصرفوا عليك عشان تطلعي متشردة يا سناء. يا راز يا مامي هتنفجر، مش معقول من ساعة ما مسحت للراجل الجزمة بتاعته دي ريحتها هنتنا وأنا عندي صداع. وأنا واقفة من الصبح في البازار إني أعرف أبيع تمثال واحد، أنا نفسي أفهم عادل كان بيصرف علينا إزاي. يا ترى يا عادل يا ابني عامل ايه؟ ده احنا منبهدلين من بعدك ومش قادرين نتصل بيك ونقول لك احنا حصل لنا ايه. او ماي جودنس او ماي جودنس، يا فضحتي يا فضحتي في وسط الهاي كلاس مش العرر انتم. طب انتي ومحدش عارفك، امال انا اعمل ايه؟ اعمل ايه لو دخلت المدرسه كده لقيتهم بيقولوا خبر الصباح في الاذاعه المدرسيه يا سناء؟ يا جماعه حرام عليكم، احنا مش هنفضل نعيط على اللبن المدلدق على الارض، احنا دلوقتي عايزين نعرف احنا معانا كام وهنعمل ايه في الاربع ايام اللي جايين. انا بعت فليتين واربع ابر بوابير جاز بنص جنيه. هايل. وانا مسحت ربع الجزمه بربع جنيه. هايل. وانا بعت كوبايتين شاي بجنيه. هايل. وانتي نازل عليكي هايل هايل، انتي عملتي ايه؟ انا بعت اكبر تمثال في البازار. هايل. بسندوتش سجق بالجبنه. نعم اكبر تمثال في البازار. يا فلحه يا فلحه من يومك. طب فين السندوتش؟ ايوه فين السندوتش؟ ما هو السندوتش انا كنت جعانه جدا فكلت انا ورمزي. يا جبروتك يا جبروتك يا شيخة، كلتينتي ورمزي ما فكرتيش في الشعب اللي حواليكي ده اللي بيكافح من أجل البقاء. مهزر، لما كنتش كلته من رمزي كان هياكله مني عشان رمزي كان جعان. مش مهم دلوقتي الساندوتش، احنا دلوقتي بنتكلم ان احنا معانا يعني دلوقتي ايه في الاربع ايام اللي جايين هنعمل ايه، يعني معانا كام دلوقتي؟ 175 قرش. مامي على فكرة انا كنت محوشة فلوس فحصلت الوقت الزنق. يا حبيبتي يا حبيبتي يا سليم، فلسة كبدي فلسة كبدي انت يا حبيبتي. مش وقت افلام، احنا كلنا جعانين. محكي كم يا ياسمين وريني. بصي يا مامي ربع جنيه. يا ريتك ما فتحتيها، يا ريتك ما قلتش خرمت انا وداني. خلاص 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 مش مشكلة، احنا دلوقتي يا جماعة معانا ثروة، معانا 2 جنيه بحالهم، هنعمل ايه؟ انا هروح اجيب اكل دلوقتي. انتي تاني انتي تاني وهايل هايل هايل. لا هروح انا. يا سلام، وليه بقى حضرتك انتي اللي تروحي؟ ما انتي صرفتي الفلوس زينا زيك بالظبط. يا جماعة يا جماعة فكروا معايا فكروا معايا بهدوء، هنعمل ايه في الراجل اللي اسمه الجرح ده اللي جاي بكره عايز فلوسه؟ هنعمل له ايه يعني؟ هنعمل ايه؟ ممكن نهدى شويه ممكن نهدى شويه، انا عندي فكره هايله جدا، احنا نلم حاجات احنا مش محتاجينها من مقتنياتنا ونديها له بثمن الفلوس. يوه بقى انت مش معقول. طب انا عندي فكره ثانيه ممكن تحل حل جذري للزنقه الماديه اللي احنا فيها في الفتره القادمه. ايه بقى؟ ياسمين يا حبيبي اللي انا كنت واخدها معايا عشان اروح اشتري بيها التماثيل، يعني الحمد لله الحمد لله يعني اتسرقت مني. يا موكوس يا موكوس. خلاص يا عزيز انا ناقصك. انا ناقصك انا ناقصك، مش كفايه الناس اللي اتلموا عليا في القطر دول غاويين تقطيع قمصان. المهم الحمد لله ربنا كرمني وفكرت تفكير كويس جدا ورحت بايع شنطه الهدوم بالهدوم اللي فيها. الحمد لله. يا موكوس يا موكوس، تعالى تضم لاخواتك هنا في مؤسسه البؤس العالميه. الحمد لله ربنا كرمها والله، عندنا يا دوبك بس يا دوبك جبت التذكره بتاعه القطر وجيت على طول. الحمد لله. المهم بقى العفش فين امال؟ ما هو اصل يا بيبي احنا صرفنا كل الفلوس اللي انت كنت سايبها، فبعدين اضطرينا ان احنا نعمل عشان اللي احنا ما لقيناش ال صرفت 400 جنيه 400 جنيه في 10 ايام، انتوا اتجننتوا. 400 جنيه انت ده غير ثمن العفش كمان، ده انا هحجر عليكم. وانت كنت فين؟ انا مش سايب معاكم كلب حراسه. كنت بتعمل ايه؟ انا ما صرفتش حاجه دول والله. كنت بتعمل ايه؟ خلاص يا عيني خلاص.